السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لسه بس دي أو بدأ أو خلاص. أنا حاول أفتح. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنتكلم النهاردة عن البيم، ومنتظرين لو حد عنده أسئلة في يلا موضوع اقفل بقى يا باشمهندس، ومع حضرتك لو في اي حاجة. ماشي. أنت عليكم السلام. ومنتظرين لو حد عنده أسئلة في موضوع. اقفل بقى يا باشمهندس، ومع حضرتك لو في اي حاجة. ماشي. أنت عليكم السلام. ومنتظرين لو حد عنده أسئلة في يلا موضوع. اقفل بقى يا باشمهندس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن البيم. بداية أنا اسمي عمر سليم، بيم مانجر، وشغال في البيم بقالي فترة طويلة تقريبا في حدود 14 سنة. وإن شاء الله ندي نبذة حلوة عن البيم، وإن شاء الله نجاوب على الأسئلة. فلو في أي حد عنده أسئلة، هي دي أساس المناقشة بتاعتنا النهاردة، إن إحنا نجاوب على الأسئلة بإذن الله. فأي حد عنده سؤال يكتبه في الكومنتات، وإن شاء الله نجاوبها باستفاضة بإذن الله. تمام. طيب، هي فكرة البيم هي عبارة عن ايه؟ هي بيلدينج انفورميشن مانجمنت. بيلدينج انفورميشن مانجمنت ان انا ادير معلومات المبنى، ان انا عندي المبنى دي فيه معماري وانشائي وكهروميكانيكال، محتاج ان انا اعمل الحصر، محتاج ان انا يكون عندي كل الانفورميشن ديت. فده بحتاج ان انا يبقى في منصة احط فيها كل الانفورميشن اللي تخليني اتخذ القرار. تمام، الصوت واضح دلوقتي؟ فهو عبارة عن طفرة في مجال المقاولات وفي مجال الاستشارات الهندسية، إن أنا بالأول مرة أصبح عندي مش مجرد خطوط وأقواس وحاجات زي كده، لأ، بقى عندي الباب يبقى باب، الشباك يبقى شباك، فبقدر أعرف المشكلة قبل ما تحصل أثناء التصميم مش في أثناء التنفيذ. تمام؟ فهي احنا بنتكلم بيلدينج، يعني بنتكلم ان الحاجة دي متخصصة في المباني، مش اي حاجة هتتعمل غير المباني. وبنتكلم انفورميشن، يعني لازم يكون في معلومات موجودة في كل عنصر. لو عملت سيلكت على اي عنصر اقدر اعرف العنصر ده بيتكون من ايه. تمام. وموديلنج او مانجمنت، في ناس بتخليها موديلنج، يعني بخلي الحاجة 3D، يعني ما ينفعش ان الشغل كله يكون 2D، لا، لازم يكون 3D. الو، الصوت واضح؟ تمام. فهي تكنولوجيا فرق كتير قوي، زي الفرق من استخدام الورق والاحجار في ان احنا نرسم عليها المبنى للكاد. كانت نقطة حلوة جدا من ان احنا كنا نرسم على الورق، ولو في اي غلطة بسيطة ممكن نعيد الشغل، لان احنا نرسم على الكمبيوتر ويبقى فيه الليارات ويبقى فيه تنظيم الشغل. بس برضو حتى في الاوتوكاد، حتى في الاوتوكاد الموضوع ما كانش بقى فاهم ان ده حيطه او ان دي استراكشر او غير لما ظهر البيم. كان الاول هو مش فاهم اصلا، يعني هو بنقدر نفرق ان دي حيطه من ان دي استراكشر من ان ده عمود من خلال الحاجه محطوطه على لير، وممكن اللاير دي يكون اسمها غلط، وممكن تلاقي الحوائط فيها خمس ست ليارات اسمهم لاير. الفرق بينهم ان واحده مكتوبه صح وواحده مكتوبه غلط. وممكن واحد يحط الباب على اللاير بتاعت الشباك بتاعت المعماري الانشائي. فكان الموضوع صعب جدا، وبالذات بقى لما نيجي ندخل مثلا مطلوب مننا عمل حصر، دي حاجه شبه مستحيله. فكان الموضوع مرهق جدا جدا للناس اللي هي اشتغلت الموضوع ده زمان. تمام. فاصبح دلوقتي الموضوع اسهل بكتير، ان انا لو عايز اعمل حصر
هو اوتوماتيك فاهم ان دي حيطه، وفاهم ان ده شباك، وفاهم ان دي انشائي، فاهم ان دي معماري، فاهم ان دي مثلا سبورتات، فبيبدا يحط كل حاجه في مكانها. يعني لو انا بدات صح، عامل تمبليت مظبوط وحاطط ان كل حاجه في الكاتيجوري بتاعتها، مش هنلاقيها بشكل خالص. المشكله بتيجي لما حد يشتغل البيم في فكر الكاد. يعني ايه يشتغل بيم في فكر الكاد؟ بمعنى ان لو في حد مثلا قال مش عارف يعمل مثلا عمود معين، فراح عامله حيطه، او مثلا في مكنه معينه مش لاقي المكنه دي، فراح عاملها موديل ان بليس، او عاملها حيطه على شكل او عمود، وقال ان دي مكنه. فلما يجي في الحصر هتلاقي الحاجات ضربت، وهتلاقي الحاجات مش متوصله. فالبيم بيقول لي اذا كانت في حاجه مثلا مش متوصله، يعني لو انا حطيت مثلا مكنه اير هاند يونت ونسيت اوصلها الصرف، هو ينبهني ان في حاجه ناقصه في الشغل بتاعك، ان في غلطه، فابدا اخد بالي واركز في الموضوع ده. ففكره البيم ظهرت من كتر المشاكل اللي موجوده، لما ظهرت مشاكل كتيره في الشغل بتاعنا، بدا الناس تدور على حلول بديله، ولقوا ان البيم بيحل لنا شويه مشاكل كتيره جدا، فبداوا يهتموا بيه. فبدا يهتموا بيه معماري وانشائي وكهروميكانيكال وكل الحاجات ديت. بدأ يلاقي ان كل واحد فيه ليه الفايدة بتاعته. يعني المعماري بياخد سكاشن كتير، بياخد قطاعات كتير، بياخد جهد كتير جدا في ان هو مثلا يرسم سكاشن فيه سلم، ولو حصل اي تعديل بياخد وقت كتير عشان يعمل التعديل دوت. فأصبح الموضوع ابسط بكتير واسهل بكتير. الانشائي كان كل شوية يرسم مثلا الحاجات ويعمل الاحمال والحاجات دي كلها، فأصبح الموضوع بالنسبة له برضه اسهل. الكهروميكانيكال كان برضه موضوع الحصر، وموضوع التوصيلات، وموضوع ان هو يحل الكليشات، كانت اكبر حاجه بالذات مع موضوع التكييف كان عامل مشكله. موضوع الفابريكيشن، ان انا ابعت للمصنع اقول له الحاجه ديت محتاجه طول مثلا كذا، في عرض كذا، في مواصفات كذا، كان الموضوع صعب جدا، وكان فيه مشاكل كتيره بتيجي. فالفاسيلتي مانجمنت مثلا لما بيجي على اخر مشروع وعايزين حد بقى يدير المبنى، مثلا عندنا فندق كبير مثلا 100 غرفه، فمش معقوله تبقى الحاجات مانوال، ان كل شويه تحصل ان حد يتصل بيك ويقول لك في مشكله في الحاجه الفلانيه، تمام؟ فمش معقوله تبقى، فلا محت... فاصبح الفاسيلتي مانجمنت بيستفاد كتير جدا من فكره ان هو بياخد المعلومات من البيم. الاول كان بياخد الشغل وبيضطر يقعد يعمل تعديلات كتير جدا، وفي مشاكل كتير كانت بتظهر في موضوع الفاسيلتي مانجمنت. كان في ملف اسمه كوبي بيتعمل، ولسه بيتعمل، بس احنا في الريفت بتدوس زرار واحد بيطلع لك ملف الكوبي ده بطريقه سهله جدا ولذيذه جدا. فالناس بتبقى تاخد الموديل جاهز، انما لو انت بتشتغل بالطريقه التقليديه بتضطر تعدي على غرفه غرفه، وعايز تقول ان مكنه الكهروميكانيكال او المكنه بتاعه التكييف او المكنه بتاعه الكهرباء موجوده في انهي غرفه، عشان يبقى عارف يعمل لها صيانه ولا لا. تمام؟ طيب في سؤال هنجاوب عليه، مهندس كريم بكري بيقول لو حد كويس في الريفت كموديلنج، ايه التراك اللي يمشي فيه عشان يدخل تراك البيم؟ الفكرة ان هو يفهم ايه هو البيم ويفهم مزايا البيم. يعني لو انت بتعمل ريفت وممكن تكون هدفك ان انت توصل لنفس اللي بتوصل فيه في الاوتوكاد، بينما ان انت بتضيع استعدادات كتير جدا. يعني على سبيل المثال لو انت مثلا معماري، كل التخصصات بتفتح لها ابواب كتيرة جدا تقدر تشتغل فيها، غير او اكتر من اللي كان موجود قبل كده. يعني موجود قبل كده كنا مركزين مثلا على ان احنا نسلم لهم البلانات والسكاشن، لا دلوقتي ممكن مثلا عندك كمعماري تعمل تحليل للشمس وللظلال والحاجات دي بسهوله جدا، بدل ما كنت تدخل على برنامج زي برنامج الايكوتكت وتبدا الشغل من زيرو وتقعد فتره طويله جدا، لا الموضوع بقى اسهل بكتير، فوفر وقت كتير قوي علينا. تمام؟ اصبح الموضوع اسهل واجمل بكتير. مثلا موضوع مثلا زي الانشائي بقى اصبح بيديله تراك ان هو يعمل تحليلات اكتر وحاجات اقوى وكذا. التكييف مثلا كان بياخد وقت كتير قوي على ما يدخل معلومات في الهاب، لا اصبح بيقدر يصدر ملف جي بي اكس ام ال ويشتغل على طول. في موضوع في فتح مواضيع كتير قوي، يعني موضوع مثلا زي الاستدامه والليد، اصبح عندي كذا مجال ان انا اطور نفسي فيه، بس المهم ان انا ابقى شغال بيم، يعني احط المعلومات مظبوطه. في ناس بتشتغل
بنفس فكر الكاد، فبيحاول يضرب الشغل، عايز يخلص بسرعة، فكل شوية يجي على حتة معينة مش عارف يعملها فيعملها 2D وهكذا، فده بيفقد البيم الأهمية بتاعته. موضوع مثلا زي موضوع الفاسيلتي مانجمنت، ان انت اي مشروع بتشتغل فيه بتقعد فيه سنة سنتين لحد ما يخلص وتسيبه وتمشي، انما الفاسيلتي مانجمنت انت المشروع ده ممكن تفضل معاه 30 40 سنة، لان الفاسيلتي مانجمنت بيهتم بموضوع الصيانة. فلو انت بتعمل صيانة كويسة جدا للمبنى، الفترة اللي المبنى هيقعد فيها مفروض بتتضاعف، يعني بدل ما هو كان هيقعد 10 سنين لا ممكن يقعد 20 30 40 سنة. ليه؟ لان هو بتعمل له صيانة دورية، عاملة كأن جسم الانسان وانت ما بتروحش للدكتور غير يعني لما تلاقي مثلا ضرس العقل ضرب عليك، انما لو بتروح له بصفه دوريه هيقول لك الحق ده عندك حاجه معينه عايزين نظبطها، هتظبط كذا هتظبط كذا، هتلاقي الامور بتاعتك بدات تتصلح. فلذلك مهم جدا موضوع الصيانه الدوريه وموضوع الفاسيلتي مانجمنت، الحاجات دي مهمه جدا وفلوسها كويسه، وبتلاقي نفسك خلاص انت شغال في شغلانه اولا كويسه جدا، ثانيا مضامن الشغلانه ما شاء الله 30 40 سنه، لان الفندق شغال فمحتاج مهندس صيانه يكون موجود ومتابع كل حاجه بتحصل، واول ما تحصل مشكله قبل ما تحصل المشكله لازم يوصل الحاجه اوتوماتيك، هو اوتوماتيك الفاسيلتي مانجمنت بتبقى موصلين، مثلا اول ما تحصل مشكله مثلا في التكييف يبعت للشركه بتاع التكييف، هو اوتوماتيك، هو اوتوماتيك معاه الايميل والرقم التليفون وكل حاجه، واتصل بيهم يقول له عندك ميعاد صيانه في الموضوع الفلاني. يعني في برامج كتيرة كده بتبقى على الموبايل وتبدأ تظبط الحاجات، أو على الكمبيوتر على المصفح تقول له يوم كذا المفروض تعمل صيانة، بتاخد كلها من الشركة اللي عاملة الحاجة ديت، فبتطلع حاجة كويسة إن شاء الله. تمام، إيه مستقبل البيم الفترة اللي جاية؟ طيب خلينا بس نقول إن البيم هو جه عشان يحل المشاكل اللي كانت موجودة قبل كده. تمام، يعني كان في دكتور هاني صلاح عمر في الامارات كان عمل رساله بتاعته، قال لك انا اعمل رساله الماجستير بتاعتي او في مشاكل اللي بتواجه قطاع الانشاءات، مش هدور على الحلول، انا هجمع المشاكل كلها تلاقيهم 30 40 مشكله كتبهم وخلاص بدا يركز على الموضوع دوت. تمام، فكان كلامه كله على ايجاد المشاكل، بعد كده حضر ندوه عن البيم، فراح لقى ان البيم بيحل له كل المشاكل بلا استثناء، يعني مفيش مشكله ما حلهاش، مشكله مثلا الكوردينيشن حلها، مشكله الحصر، مشكله التنبؤ بحاجه، يعني من ضمن الحاجات مثلا السيفتي دي من اهم الحاجات طبعا لان دي روح انسان، فالبيم بيقول لك حلول للموضوع دوت، يعني مثلا بيعمل الانسان يمشي كده واول ما يلاقي مشكله ممكن يقع فيها يبدا يقول خلي بالك المكان ده لازم تركب فيه سور، فبيقلل نسبه الحوادث بنسبه 90% ان شاء الله، فدي من الحاجات الكويسه جدا. مستقبله الحمد لله في شركات كتيره جدا في مصر شغاله بيم، نوعين من الشركات، في شركات بتشتغل في مصر لمشاريع بره مصر، في ناس بتشتغل بالذات في الخليج بينزلوا شغل مصر، وفي بعض الناس بتتجه لموضوع الفريلانسر وبياخد شغل من اوروبا وامريكا وبيعمله في مصر، وطبعا الفرق فرق هائل كبير جدا بين مرتبات اللي شغال في اللي قاعد في امريكا واوروبا معانا هنا. تمام، يعني هو بيشتري ازازه البس مثلا ب 1 دولار، 1 دولار ده يعني 18 او 16 جنيه في مصر، فبتفرق كتير جدا، فرق العمله ده بيفرق معاهم جدا. ففي ناس كتير بتدخل على الشركات الامريكيه وبيبقى دخله كله من ان هو بيتعامل معاهم فريلانسر، بياخد الشغل يعمله هو وزمايله ويبعته. تمام، طيب فدي من الحاجات الكويسه جدا. في مشاريع كتير اتعملت في مصر من خلال البيم، زي مثلا متحف الحضارات اللي هو في تبع اوراسكوم، هم خدوا المشروع لانهم قالوا هيشتغلوا بيم، يعني هم اللجنه اللي بتنظم في كذا شركه مقدمه، فشركه اوراسكوم كانت قالت احنا لو خدنا المشروع ده هنعمله بيم، طب ايه البيم ده؟ كان لسه ما حدش يعرفه، فوروهم الفيديو فانبهروا بيه فقال لهم خلاص احنا هنشغل البيم دوت. تمام، وبداوا ياخدوا الحاجات دي. في مول مصر اتعمل بالبيم، في مدينه العالمين اتعملت بالبيم، في مشاريع كتيره بدأت تتجه للبيم، زائد ان مصر تقريبا الدولة العربية الوحيدة اللي عملت كود للبيم، وكان لجنة محترمة جدا من اساتذتنا كلهم ناس فاضل على راسهم دكتور محمد المهدي استاذنا الكبير. فلا في اتجاه كتير لعملية البيم، واحنا مش بنتكلم ان البيم ده مهم لان هو موضة او عشان احنا بنفهم فيه او حاجة، لا هو الفكرة ان هو بيوفر كتير جدا من الهدر. اشتغلنا بالاسلوبين، يعني انا اشتغلت فترة طويلة باسلوب الكاد، وكان بالكاد بنطلع الشغل في ميعاده، بيبقى في مشاكل كتيرة جدا وكل شوية يبعتوا لنا حاجات وهكذا.
طيب مصادر لتعليم الطالب مسار واضح في اتجاه البيم. طيب خلينا نقول ان البيم حاجتين، في حاجه اللي هي النظري وفي حاجه اللي هي السوفت وير. السوفت وير برامج كتيره جدا بيم، في حاجات كتيره تبع اوتوديسك وفي حاجات كتيره مش تبع اوتوديسك. ونصيحه مني اتعلم الاثنين وخد فكره عن الاثنين، تمام؟ مش لازم تقعد سنتين ثلاثه في كل واحد فيهم، بس ممكن تاخد اسبوع فالادراك هيعلى ان انت فهمت حاجه تانية. يعني انا مثلا اشتغلت ريفيت واشتغلت اوتوكاد اركتكتشر واشتغلت اركي كاد واشتغلت ايكو سيم معماري، اشتغلت حاجات كتير جدا. فلما بخش على كل واحد فيهم بلاقي فيه فكره حلوه. طب الفكره دي ينفع نبرمجها للريفت؟ طب ينفع نعملها بالريفت باسلوب تاني؟ طب انا هدور على تولز، انا مش هعرف ان في تولز مفيده غير لما اشوفها في برنامج اخر، فابدا اعرف ان في امكانيه ان احنا نعمل حاجه زي كده، فبنبدا نتعلم. فانت افضل حاجه تتعلم من السوفت وير ان انت تتعلم من الشركه نفسها اللي عامله البرنامج دوت، لما تشوف التوتوريال بتاعتها، تمام؟ او الفيديوهات على اليوتيوب كتيره جدا. عندنا قناه بيم اريبيا وقناه بيم بوم بتاعت استاذنا معز ابو زيد، استاذنا الكبير، وحاجات كتيرة جدا، فيديوهات كتيرة جدا يعني بدون ذكر أسامي عشان ما حدش يزعل. وفي مراكز كتيرة معتمدة، بس قبل ما تروح المركز اسأل عليه وتأكد إن هو معتمد من الشركة نفسها، لأن في مراكز بيعتمد إن هو يقدم سعر قليل وجودة قليلة. فلا، ركز إن أنت تتعلم في مركز يكون كويس معتمد من أوتوديسك، وسهل جدا تدخل على موقع أوتوديسك وتشوف إيه المراكز المعتمدة في مصر أو في السعودية أو في أي بلد أنت موجود فيها. موضوع البيم بقى اللي هو الحاجات دي، الفكرة نفسها او النظرية، ودي مهمة جدا بتفرق كتير جدا في الشغل، لان انت بتبقى فاهم ايه ان مفيش سقف ليك. يعني البيم ده مش مجرد بيعمل لي الحاجات اللي الاوتوكاد بيعملها لي، لا، مفيش سقف. يعني ابدع زي ما انت عايز. ممكن تقول انا هعمله مثلا على سبيل المثال، يعني حاجة احنا بنفكر فيها المفروض ما نقولهاش يعني، بس من ضمن الحاجات اللي انا اتمنى اي حد يسبقنا ليها واتمنى الناس تعملها، يعني ان احنا نشوف الاكواد ونخليها موجوده في قلب البرامج. يعني نعمل برنامج كده ادنس جوه البرنامج، يعمل شيك ان الحاجه دي مطابقه للكود المصري او مطابقه للكود الاردني او مطابقه للكود السعودي. هتفرق كتير جدا ان انت وانت بتصمم تعمل شيك. على سبيل المثال، من ضمن الحاجات اللي موجوده في الاكواد مثلا مساحه سلم الهروب مثلا، او المسافه، اكبر مسافه سلم الهروب، او الحاجات دي كلها ممكن تتبرمج، تمام؟ ممكن تبرمج بحاجه سهله جدا، يعني مثلا بالداينامو ممكن تبرمجها وتبقى قويه جدا، تمام؟ ف هتلاقي على القنوات زي ما قلت كده، القناتين دول يعني مهتمين جدا بان هم يشرحوا النظريه ويشرحوا السوفت وير. تبدا منين في مجال البيم؟ بص يا سيد الفاضل، اولا حاول تاخد نبذه فكره عن البيم، هتلاقي القناتين دول هيدوك نبذه. اهم حاجه بقى ايه البرنامج اللي هتشتغل عليه، تمام؟ وهعترض على الكلمه اللي انا قلتها، يعني انا لا الكلمه وانا هعترض عليها. ايه البرنامج اللي شغال عليه يعني على اساس تطبق؟ طيب ابدا شوف في مجالك ايه البرنامج المطلوب في السوق، في السوق المصري، سواء مثلا من خلال موقع لينكد ان، اعمل سيرش على الشركات او الوظائف اللي طالبه البرنامج ده والبرنامج ده. مثلا انت عرفت ان في برنامجين اقوياء، الريفت والاركيكات. انا دخلت عملت سيرش عليهم امبارح، لقيت الريفت اعلى بكتير جدا من الاركيكاد، رغم ان انا بحب الاركيكاد وقوي جدا، بس مش هو المطلوب في السوق، مش معمول له دعايه كويسه، اوتوديسك عامله دعايه كويسه، وهكذا. فبتبدا تشوف اي برنامج، يعني بتاخد لك مثلا يومين ثلاثه تبدا تحدد المسار بتاعك انت هتشتغل على ايه. في مثلا برنامج اسمه راينو، ده كويس، بس هل ده بيم؟ هل مفيد مش مفيد؟ فتبدا تشوف القصه دي، تمام؟ طيب وتبدا تطبق، اهم حاجه التطبيق. يعني لو انت تقدر تروح مركز جنبيك بيدي كورسات الدايره، تبقى كويسه ان انت تتقابل مع حد خبير وتبدا تساله وتاخد الخبره بتاعته ديت. ولو انت مش قادر ممكن تشوف الحاجات الاونلاين. انا نصيحتي ليك من اخ، اتعلم الاول اونلاين بحيث لما تروح الكورس يبقى مجهز اسئله تسالها، ما تستناش لما الكورس يخلص وتفاجئ ان الاسئله بدات تظهر لما شغلت، وبدات تظهر اسئله كتيره جدا. انا بعمل كده، ببدا اشوف كده معلومات، سواء مثلا واحد صاحبي، سواء فيديوهات، سواء كتب، وبعد كده اروح اخد الكورس مجهز اسئله ومجهز حاجات اتناقش فيها. طيب العلاقه بين البيم والسستينابيلتي، بص هعترض على حاجه واجاوب على السؤال ده. الاعتراض بتاعي ان مش اهم حاجه السوفت وير، اللي اهم حاجه الفكر نفسه. يعني لو انت معماري لازم تكون عارف افكار معماريه،
كل الكلام اللي درسته في الكلية هتحتاجه سواء بشكل او باخر، سواء بجزء كبير جزء صغير. ما تفتكرش ان البيم لغى اللي انت عارفه. لو انت داخل على البيم وانت ما عندكش اي معلومات في الهندسة ومش فاهم فكرة التصميم ومش متابع الكود المصري، صدقني هيبقى مستواك قليل جدا. انما لو انت فاهم الفكر وفاهم التصميم وتهدمه وتقعد تفكر كده مع نفسك وتبدأ تتابع الناس الممتازين في التصميم، زي طبعا دكتور سامر السياري استاذي الفاضل، وناس كتير جدا. يعني انا اعتذر عن ذكر اسماء عشان ما انساش حد، بس في ناس كتير جدا ممتازين وافكار تصميميه روعه جدا. يعني يعني تنبهر وتسال نفسك ازاي الحاجات دي مش موجوده في مصر، يعني ازاي التصميم اللي مش بالجوده الكافيه هي اللي بتنتشر عندنا. تمام. طيب اماكن الماجستير للبيم في مصر، في جامعه القاهره وفي جامعه المنصوره، واغلب الجامعات دلوقتي بيقول لك ممكن تعمل البيم من خلال حاجه تانية. يعني تقول له ايه، انا هعمل في اداره المشروعات من خلال البيم، توفير التكلفه من خلال البيم، الاستدامه من خلال البيم. تمام. ففي يعني اي جامعه في مصر تقدر تحضر ماجستير للبيم فيها من خلال اداره المشاريع او من خلال الاستدامه او من خلال الحاجات دي. الريفت كذا مستوى، مستوى النفس وركس والدينامو والسينكرو والبيم 360، ايه ترتيبهم ونشتغل عليهم ازاي؟ طيب بص، اولا الريفت الناس بتاخد حاجات اساسيه. خلي عندك مثلا كل واحد فيهم لازم يتعلم اساسي ازاي يتعامل مع الاخرين، لان البيم لو انت بتشغل معماري بس او انشائي بس او حاجه واحده بس هتبقى فاقد حاجه، هيبقى اسمه يعني بيم غير مؤهل او قليل في الكفاءه. تمام. يعني مش الاستفاده الكامله، مش هتقدر توصل لبيم ليفل 2. هو بيم ليفل 1 ان واحد بيشتغل وممكن يدي الشغل تاني الكاد ويكملوا عليه، ده اللي انت وصلت له. مش تقدر توصل لحاجه كويسه ومعترف بيه غير لو كل الاقسام بتشتغل مع بعض. فدي اهم حاجه لازم تهتم بيها. البيم 360 مهم جدا عشان نشتغل مع بعض اونلاين، وده خاص بالريفت. الريفت مش البيم، الريفت اداه بتعمل البيم. البيم هي الفكره نفسها، ان احنا شغالين كلنا مع بعض وان احنا بنتبادل المعلومات مع بعض. طيب النفس وركس ده برنامج اخر جنب الريفت، بياخد الحاجات ويعمل لها كوردينيشن مع بعض، وبيعمل كذا حاجه تانية بس هي الاساس بتاعه اللي احنا بنحتاجه دلوقتي كوردينيشن. وبيعمل حاجه اسمها الفور دي، بيعمل لي يضيف لي بعض الزمن. فده مستوى تاني. لما تخلص الريفت خش على البيم 360 عشان تشتغل اونلاين. لو انت شغالين اونلاين اتعلم الداينامو. الداينامو ده برمجه سهله جدا، يعني برمجه مش هتقعد تحفظ اكواد وشفرات واحنا كنا طبعا فيجوال بيزك مايكروسوفت لغته، رغم ان هو يعني كان حبيب قلبي. يعني كان في ناس بتكتب فيه اشعار الفيجوال بيزك ده. فيجوال بيزك هو الاساس، برمج بيه الاحساس، ولا سيمي كولون ولا اقواس، وتعلم سهل كل الناس، اتلغى. فالداينامو روعه جدا ان انت بتبرمج من غير ما تكون عندك خبره برمجيه، من غير ما تدخل في تفاصيل وحاجات زي كده. تمام. يعني انت خد البنت 360 وبعد كده الداينامو وبعد كده النفس وركس او السينكرو، دول برامج اخرى هتخلصهم لما تدخل. طيب ايه الشهادات المهمه في البيم؟ غالبا شهادات البرامج الريفت. خلينا نعرف حاجه، انا يعني كنت بحاول اخد ناس كتير وادخلهم عند الشركه، فكنت بقعد مع الاتش ار كتير، فكنا بفهم هو بيفكر في ايه. اول ما تجيله السيفيهات احنا عايزين حد بيم، هو ما فهمش يعني ايه بيم، ما فهمش ايه، بس هو متعود كده يروح دايس كنترول اف ويعمل فايند سيرش ويروح يدور على كلمة ريفت ويدور على كلمة بيم، يدور على كلمة سيرتيفايتد. فأهم حاجة بالنسبة لك إن أنت تبقى بروفيشنال من أوتوديسك في الريفت، لو أنت شغال ريفت. لو أنت شغال تكلا تمام، لأن ممكن يكون واحد مهندس بيم شاطر جدا وعمره فتح الريفت، شغال تكلا، شغال أي برنامج تاني من البرامج، شغال أرك كات. تمام. فالشهادات اللي هي بتاعة البرامج دي المهمة. الشهادات التانية غالية جدا. تمام. في شهادة أنا واخد الـ RCS واخد البري، وصدقوني غالية جدا على الفاضي والمعلومات اللي فيها قليلة صراحة يعني. وهتلاقي المعلومات كلها متوفرة في بيم أريبي أو في بيم بوم وهكذا. يعني لو أنا حديث التخرج، إيه المينيموم عشان أقدر أخش مكان بيشتغل بيم وأشتغل فيه؟ وإيه حجم الشركات اللي بتشتغل بيم في مصر؟ الشركات اللي بتشتغل بيم الحمد لله كتير. تمام. عندك زور فايز، عندك الدير السعودية، دار الهندسة، اي سي جي، شركات كتير جدا. تمام. هيجي لي بعد ما اخلص الفيديو انت ما قلتش اسم شركتنا، والله بنسى. يعني انا ما اقدرش اقول اسامي الشركات كلها. تمام. بس كلهم على راس من فوق، كلهم يعني ناس محترمه جدا.
حاول ان انت ما تستناش لما تتخرج وتفكر هتعمل ايه، لا، وانت بتدرس حاول تشتغل مشروع او اتنين، حتى لو مشروع وهميه، حتى لو تاخد مشروع زي حديد مثلا وتعمله، الناس كلها عارفه ان انت ما اشتغلتش فيه، بس بتقول لهم اهو. فبتعمل حاجه اسمها سي في، وبتعمل حاجه اسمها بورتفوليو. بورتفوليو بتحط صور للشغل بتاعك، بحط بقول لهم اهو، وتكتب دي تريننج، دي بيشتغل على حاجه، في كورس مثلا سمعته، في بعض الحاجات اللي اتعملت، ابدا حط. وبعد كده مع الزمن لما تشتغل شيل وحط حاجه بدلها. يعني انا مثلا لسه متخرج، فكاتب انا حضرت كذا وكذا وكذا، حضرت محاضرات، يعني حضرت. بعد كده لما بقيت ادي المحاضرات بشيل المحاضرات اللي انا حضرتها، واقول لا ده انا اديت المحاضره دي مثلا في بيج فايف، في استوديو 34، وهكذا. تمام. حجم المعلومات ان انت بتعرف تمشي ايديك في ان انت بتشتغل. انا لما نزلت التدريب الناس كلها كانت بتقعد شهرين ثلاثه، انا كنت بقعد اذاكر قبل ما انزل التدريب، واثناء لما اخلص الشغل بعد الشغل اقعد اذاكر. فالحمد لله في وقت قصير جدا نزلت الشغل، وبقى ليا مرتب، مش هقول لكم كام عشان ما حدش يضحك، كان تقريبا 400 جنيه في الشهر، ما كانش في كفه مواصلات. طيب، فرص عمل كفريلانسر قوية جدا. لو دخلت على موقع زي اب وورك او فريلانسر او الموقع ديت، في ناس بتاخد شغل جامد جدا. والذكاء بقى ان انت تدور على حاجة ما يكونش الناس بتعرف تعملها، او مش مع يعني كل الناس بتعرف تعمل مثلا تعمل مبنى، انت دور على حاجة مش منتشرة وتبدأ تركز عليها. تمام. يعني شوف ايه الحاجة اللي مش اي حد يعرفها. تمام. زي مثلا فاسيلتي مانجمنت، زي الاستدامة، زي تحويل بوينت كلاود لبيم، كل الحاجات دي مفيدة جدا، وسعرها يعني سعرها أعلى بكتير أو أضعاف الحاجة العادية. يعني لو حاجة بتتعمل بدولار مثلا، هتلاقي بتتعمل مثلا ب4 دولار، لأن معلهاش منافسة. ففريلانسر لا، في شغل كويس جدا، وناس كتيرة جدا فاتحة بيوتها كاملا من الموضوع دوت. طيب يا باشمهندس، ممكن تكلمنا على دور وفائدة ودراسة تعليم البيم في مجال الانتيريو ديزاين ومجالات الشغل المتاحة فيه؟ كانتيريور ديزاين، هتبقى انتيريور ديزاين او انتيريور اركتكت. بس الفكره ان انت وقت الحصر بيقل جدا، وقت يعني ان انت تعمل حاجه بياخد وقت قليل. الناس هتقول لك لا احنا بناخد وقت اكتر، بياخد وقت اكتر لسبب ان انت في 3 دي ماكس انت معاك المكتبه جاهزه، فبتدخل وتدوس. تمام. انت لو معاك نفس المكتبه دي موجوده في الريفت، ودي بتيجي مع الوقت، وبتيجي ان انت تتكلم حد يروح مديك ملف في انتيرو ديزاين، فبتاخد حاجات كوبي بيست يعني. وزائد ان انت تقدر تاخد نفس العناصر اللي موجوده في ال 3 دي ماكس او السكتش اب. السكتش اب مكتبه قويه جدا، وتبدا تحطها وتشتغل بيها. لو عايز تتعلم وتشتغل في مجال البيم، احنا حاطين دروس في بيم ارابيا، ولو في اي مشاكل او في اي حاجه كلمني، ونبدا نشوف مع بعض المشاكل ونبدا نحلها. انا حد بيبعت لي سؤال بروح اعمل فيديو واروح رفعه، فهتلاقي فيديوهات كتير على القناه اغلبها اجابه للاسئله، مش اغلبها شرح، لا اغلبها بعد ما خلصنا الشرح بدانا نجاوب على الاسئله. يعني شرحنا مثلا حاجه في 50 فيديو، بس اجابه الاسئله كانوا في حدود 350 فيديو، فهتلاقي فيديوهات كتير جدا اجابه للاسئله. هيفيدني في ايه؟ الحصر كله خلص معايا. لو في مثلا كلاشات او في حاجه غلط، هو بيبدا يبينها لي. مثلا نزلت الباب، مثلا الباب خابط في كورنيش، الحاجات دي كلها هو بيبدا يحلها لي. زائد ان انا بشغل لوحدي، يعني شغال معايا ناس كتيره جدا، فببدا ابدا انظم شغلي. طيب، هل شهاده التخرج لها اهميه كبيره في سوق العمل؟ طيب بص، انت بتعمل اللي عليك. تمام. وبتحاول قدر الامكان في الكليه تبذل كل جهدك ان انت تجيب تقدير كويس. تمام. بس في الشغل اغلب الناس مش بتبص الموضوع دوت. يعني تقريبا في شركه او اتنين هي اللي بتشترط جامعه معينه وبتشترط تقدير معين. تمام. بدون ذكر اسامي دار الهندسه، ماشي. فانت بتعمل عليك، مفيش حاجه اسمها طب خلاص انا مش هذاكر، عشان كده نبهت عليك، يعني خلاص مش هذاكر وشهاده التخرج ملهاش لازمه. لا، مفيش حد بيقول كده، شهاده التخرج لها لازمه. تمام. وخليني بس بعد اذنكم احكي لكم قصه حقيقيه حصلت لصديق ليا اسمه احنا كنا بنحبه جدا، بنحبه جدا جدا يعني، وكن ما بيتاخرش على حد في المساعده. تمام. وانا كنت شخصيا الوحيد اللي يعني بروح اذاكر معاه في البيت. هو كان هندسه عين شمس قسم الكتريكال، فكان بيساعد الناس كلها، فالناس كلها كانت بتحبه، والناس كلها في القسم بتاعه راحت اشتكت للدكتور. ليه بقى؟ الحته دي مهمه. لان هو ما كانش مهتم بان هو يقفل الماده، يعني هو تقديره ممكن يجيب امتياز،
لا هو كان بجزء كبير من وقته بيشوف في سوق العمل عايز ايه، ويبدأ يخش معاه ويقدر ينزل تدريب ويتكلم مع الدكتور ينزل تدريب معاه، وكان بيخطط لحاجة. فراحش كل الدكتور، الراجل ده لو ركز شوية هيبقى معيد في الكلية. فقال لهم هو الراجل ده فاكر صح، احنا بندرسلكوا حاجة معينة في الكلية، هو بيدور في النت ايه أفضل حاجة نزلت. يعني هو كان بيقعد يشوف الكهرباء اللاسلكية اللي هي بتاعت تسلا، بيبدأ يدور على الحاجات، وكنا بنقعد ندور على حاجات يعني فوق الوصف، يعني غير اللي الناس بتفكر فيها او اللي في الكليه بتدرسها وكده. لا بنقعد ندور ايه اخر حاجه وصلت لها النت، ايه اخر حاجه وصلت في العالم، طب تعالى شوف ده في دوله اسمها هولندا سابقه امريكا في الحاجه دي، طب تعالى نذاكرها. فبالشرط ان انا التزم بحاجات الكليه لازم يبقى عندي نظره مستقبليه وابدا اشوف والحاجات دي كلها. عايز اجيب يعني تقدير حلو في الكليه اه، وبرضه في ايه في الاجازه كده احاول اشوف الناس بتدور على ايه. يعني الناس مثلا بتدور على فاسيلتي مانجمنت، بتدور على البوينت كلاود، بتدور على الاستدامه، بتدور على البيم، بتدور على المانجمنت، ازاي ادير المشروع، لين مانجمنت واجايل مانجمنت. فالحاجات دي كلها ابدا ادوس فيها وابدا اقرا فيها. تمام. فشهاده التخرج وانت لو انت طالب مهمه، لو انت اتخرجت لا، الناس بتدور على مين اللي يعمل شغل. يعني تخيل ان واحد واخد لي شهادات كتيره جدا بس ما بعرفش يشتغل، في ناس بتجيلي بشهادات تمام ومشروعات معترف بيها، واقول له مثلا اعمل لي الحاجه دي الاقيه مش عارف يعملها. يعني في حد بقول له ارسم مول وارسم مول وخلاص، ارسم مول مش عارف ارسم مول، وهو واخد شهاده من اوتوديسك، فالشهادات مضروبه. فبالنسبه لنا في الشغل لما التعيين كله على ان انت تشتغل قدامي، ان انت تكون فاهم الحاجه دي بتتعمل ازاي، ان انا لما اسالك سؤال تبقى عارفه وهكذا. طيب بلاش نقول اسامي شركات او نمدح في شركات عشان ما يحصلش مشاكل، بس تي اي دي شركه يعني اساتذتي الموجوده فيها، فما يعني ناس محترمه جدا وليهم حاجات شغل قبل كده كويس جدا، فان شاء الله يكونوا كويسين، ان شاء الله يكونوا يعني. في حاجه اسمها يونيفرسيتي وورك، دي كانت حاجه ممتازه جدا ودي تعتبر تطوير ليها، فالتدريب بتاعهم كويس جدا. هل الاونلاين بس كافي يخلينا نشتغل واتمكن من البيم، وهل المفروض يبقى مستوايا ايه عشان اقدم في وظيفه؟ تمام. طيب الاونلاين بس كافي يخلينا نشتغل واتمكن من البيم؟ والله لو انا بعمل الجزء اللي بيم متبقي، يعني ايه يعني انا خلاص سمعت درس بيم، هل انا بسمع وخلاص ولا بطبق؟ يعني في ناس فعلا من خلال الاونلاين تمام وهو ما عندوش سكه تانية ان هو يروح مركز تدريب، موجود مثلا في قطاع معزول عن الناس او كده، فبيبقى محتاج ان هو يمارس قوي جدا. ولما همارس لو انت حضرت كل الفيديوهات اللي في الدنيا وسمعت احسن شرح في الدنيا وكان المدرس بتاعك عبقري، لازم وانت شغال هتواجهك مشاكل، والمشاكل دي اللي تحاول تحلها، وحل المشاكل ده هو اللي يفرق عن واحد كويس ولا واحد نص نص. تمام. فلا ابدا يعني لما الاقي مشكله ما ازعلش. انا كنت شغال في احد الشركات، كنت افرح جدا لما اي حد من الزملاء يلاقي مشكله اروح اقعد معاه ولازم احلها له. تمام. لان المشكله دي ممكن تكون في المستقبل انا عايز احلها دلوقتي، وابدا ادور عليها، وكنت اقعد ادور على النت كده اي حد عنده مشكله اقعد افكر فيها واحلها، واعتبرها زي هوايه عقليه او تدريب عقلي او حاجه زي كده. تمام. فبتبقى كويس جدا ان لو اونلاين بس، لو هو ده المتاح تمام، لان في واحد مثلا ممكن يكون موجود في محافظه والمحافظه دي مفيش حد فيها بيدرس وبتاع، لو في لا حاول تروح واسال عن المحاضر الاول وشوف على النت كده الناس بتشكر فيه ولا الناس بتقول ايه. تمام. ايه المفروض يبقى مستواي ايه عشان اقدم على وظيفه طالب بيم؟ المستوى اللي حضرتك وصلت له قدامي ما تعرفش الخير فين، وانا بقدم بطور نفسي. يعني انا دلوقتي مثلا بعرف اعمل البيت، اشوف مثلا ازاي اعمل فاميلي، ازاي اشتغل مع فريق، ازاي اشتغل بين 360، وما تفرحش بكتر البرامج. يعني مش الهدف ان انا اتعلم كل البرامج، ممكن في برنامج ملوش اي فايده، ما مش مطلوب في السوق اصلا. تمام. انا مثلا عمر دلوقتي، انا حاليا بفكر ايه اللي انا محتاجه دلوقتي، فانا حاليا محتاج اشتغل في حاجه كده معينه، محتاج حاجة يعني مش محرك ألعاب، بس أنا محتاج إن أنا أدخل الشغل بتاعي على الفيرتشوال رياليتي والأوجمانتد رياليتي. فبدأت أدور فلقيت إن أحسن حاجة اسمها أنريل تمام، هو ويونيتي، بس أنا اخترت الأنريل عشان هو أوبن سورس، واليونيتي مجاني لو أنت شغال أفراد، لما تيجي تشتغل في شركات بتدفع مبلغ. والأنريل برضو بيقول لك إن أنت لما تعمل لعبة افتكرنا بنسبة أو افتكرنا بفلوس. تمام. ف
انا مش هقعد اتعلم بقى برنامج مش مطلوب في السوق، يعني مش هقعد اتعلم مثلا فيكتور وورك مثلا الا لو في شركه طالباه. لو انت عارف برنامج والريفت مثلا ورحت الاركيكاد، انت لو انت فاهم النظريه مظبوط هتقدر تتعلم اي برنامج تاني. لو انت مش مجرد حافظ الزراير، لا ده انت فاهم فكره البيم وفاهم ليه عمل دي وفاهم دي ليه وفاهم دي ليه، هتلاقي الموضوع سهل جدا ان انت تتعلم اي برنامج في المجال. لو اتعلمت مثلا سينكرو هتلاقي سهل جدا تروح لنفس وركس، بس محتاجه تكون اتعلمت صح. يعني احنا كلنا بنتعلم عربي، لما تيجي تتعلم انجليزي او تتعلم اي لغه تانية بيقول لك انت لو فاهم اللغه العربيه صح هتقدر تفهم اي لغه تانية، هتلاقي قواعد ثابته. والقواعد عندهم ادفى بكتير من قواعد اللغه العربيه. القواعد اللغه العربيه لو انت درستها صح حاجه قويه جدا. فلو انت مذاكر لغه عربيه صح، وبالذات لو انت حافظ القران وحافظ الاحكام وفاهم الحاجات العلوم اللي هي بتاعت دار العلوم مثلا الألفية والحاجات دي كلها، سهل جدا تتعلم أي لغة في العالم ما عدا لغات معينة، تمام، زي الصينية واليابانية لأن ليهم حاجة معينة كده في اللغات مش هندخل فيها، بس هو كل كلمة تعتبر حرف. فلو أنا فاهم فكرة البيم صح سهل جدا أتعلم أي برنامج، تمام. طيب ما ينفعش نخش في المرحلة التانية بتاعة التنسيق مع الأقسام طول ما احنا مش في الشركة. قصدك ان الكوردينيتور، لو انت شغال مع جروب، لو انت شغال مع 5 6 تقدروا تشتغلوا مع بعض في التنسيق. ما شاء الله مهندس كريم واخد توب فين، معرفش بتاخدوها ازاي بس يعني ما شاء الله. ينفع تدخل لو انت معاك فريق، لو انت معاك 2 3 كويسين وواحد معماري واحد انشاوي واحد كهروميكانيكال، ايه المشكلة؟ تمام. فرص التدريب، لو في فرص تدريب حاول تستغلها وانت في الكلية، تمام، وانت في الكلية انزل فترة التدريب بحيث لما تتخرج خلاص الراجل محتاج ايه، الراجل ده شغال 3 4 شهور. هي المشكلة ان هو يجيب حد وما يكونش شغال ويبقى في تضييع للوقت، او في يقعد فترة مثلا يبقى في اخطاء وحاجات زي كده. فلو في اي فرصة تدريب بالذات مثلا في دار الهندسة او الديار السعودية او اي سي جي او اي شركة من الشركات الكويسة جدا، لا انزل وربنا يوفقك ان شاء الله. هتفيدك بعد التخرج، هتفيدك جدا طبعا ان انت فهمت فكره العمل. يعني لما حاليا بنخطط لحاجه زي كده في بيم اريبيا، بس انت لما تبقى فاهم ازاي تشتغل مع الناس، ممكن انت كطالب كويس جدا ومذاكر كويس جدا، بس لما تيجي تشتغل مش فاهم اليات الشغل، وتلاقي نفسك مثلا حد عمل حاجه هي عاديه هو ما قصدش حاجه، فتلاقي نفسك مثلا زعلت او مشيت او كده. انما لما تشتغل مع فريق وتتعود على الشغل مع الفريق وتعرف ايه المسؤوليات المطلوبه منك وايه الحاجات اللي ليك واللي عليك والحاجات دي كلها تفرق كتير جدا. فلو انت حتى نزلت تدريب او اشتغلت مع تيم مثلا في مشروع التخرج وعشت الجو، هتلاقي تفرق معاك كتير جدا. الاي سي اركتكشر انجينيرنج كونستراكشن، يعني المجال بتاع الانشاءات، تمام. فهو مجال الانشاءات نقدر نقول ان هو مفيش اي تكنولوجيا جديده خلال 50 سنه في قطاع الانشاءات غير البيم، والبيم عمل طفره كبيره جدا. ده برسائل علميه ودكتوراه وماجستير وكلام علمي، مش كلام يلقى على عواهنه، لا ده كلام موثوق فيه. لو انت جيت تبص على الموبايلات من خلال 50 سنه، كانش فيه موبايلات، كان فيه تليفونات اللي هي بالسلك وتضرب كده. كنت واخد معاذ ابني، على فكره معاذ ابني انا مسميه على اسم معاذ ابو زيد، تمام، عشان احنا اشتغلنا مع بعض وناس محترمه جدا يعني. وعدته لو سميت ابنه ان شاء الله يكون اسمه معاذ ابو زيد، والحمد لله وفيت بالوعد دوت بعد تقريبا 5 6 سنين، تمام. طيب، ف ايه اهميه شهاده الاي سي بي؟ طيب، شهاده الاي سي بي اوتوديكس سيرتيفايد بروفيشنال مهمه جدا. ليه؟ لان لو انا رايح اقدم على شغل وهو مش قادر يعمل لي انترفيو، او هو ما فهمش يعني ايه البيم، بيعتمد ان انا واخد الشهاده ديت، تمام. لو انا فاهم بيم هامتحنه. يعني لو انا مثلا قالوا لي ايه، امتحن واحد انا عايزين نجيب حد سستينابيلتي، وانا فاهمش حاجه في السستينابيلتي، بدور على النت ايه الشهاده المعتمده، ليد، خلاص معاك ليد يا ابني، طب تعالى اشتغل معانا، معاكش ليد يا ابني خلاص ما فيش فرصه، ما انا مش قادر امتحنه، تمام. فهي دي الفكره. في مجال الكونستراكشن مفيش. معاذ ابني دخلنا مع بعض متحف يعني، متحف عارف يعني، تلاقي تحف. فلقينا التليفون دوت، التليفون اللي احنا كنا بنستخدمه في البيت اصبح حاجات تاريخيه، اصبح ما حدش بيستخدمه، مش موجود في بيوت حد.
تمام، كله دلوقتي بقى موبايلات. اقول للمعزه ده تليفون، يضحك مش مصدقني، ايه التليفون ده؟ ازاي ده؟ امال فين التليفون اللي احنا بنتكلم فيه، والتليفون الصغير وتشيله في جيبك وحاجات ديت. لو جينا نبص على العربيات من 50 سنة، مختلفة تماما، في فرق كبير جدا. لما تيجي تبص على مجال المقاولات ومجال البناء، ما فيش اي فرق خالص، يعني نفس الاسلوب ونفس الطريقة ونفس الفكرة. الحاجات دي كلها لازم تتطور، فما كانش في مجال انها تتطور غير بمجال البيم. مجال البيم بقى دخلنا بقى في حاجات، قصص كتيرة قوي وحاجات. يقول لك طبعا ثلاثية الابعاد، ان انا تطبع المبنى كله، يعني مش بتطبع ورق في شكل المبنى، انت بتطبع المبنى كله في ليزر 3 دي، تحطه كده ويروح محول لك شكل كل حاجه موجوده في الغرف لبوينت ملايين النقط، وتبدا تشتغل عليها. كنت يعني عملنا، جربناها مره، دقيق جدا، تقريبا 1 على 1000 من الملي، حاجه مذهوله، حاجه انا كنا مذهولين كلنا. لو اتطبقت في موضوع الاثار، حاجه فخمه جدا، يعني لو اي حد مهتم بموضوع الاثار ده ويقدر يعني يظبط لنا موضوع الليزر سكان، هتفرق كتير جدا، ونبدا نشتغل فيها ان شاء الله. فالتكنولوجيا كتير جدا دخلت بسبب الموضوع البيم، بدا يقول لي فكره مختلفه، ان انا ادخل كل معلومات المبنى كانتش موجوده. ما كانش سهل ان انا اعمل سيلكت على خطين واقول الخطين دول وول، وان الوول دول مثلا اليو فاليو بتاعتهم بكذا، والحاجات دي كلها. تمام، لا، اصبح في فرق كبير جدا في التكنولوجيا دي. فعشان كده بقول لكم حاولوا تهتموا بيها، لان ده هيديك فرصه كويسه جدا، بالذات لو انت لسه ما خرجتش، فيديك ميزه تنافسيه مع الناس، ان الراجل ده مثلا عارف تقنيه البيم دي. وزي ما الامام علي بن ابي طالب بيقول، قيمه كل امرئ ما يحسن، الاحسان، الاتقان، ان انا واثق، يعني اتقنت الحاجه دي، مش مجرد ان انا اتفرجت على شويه فيديوهات. ما تهتمش بان انت تحفظ برامج كتير جدا وانت مش شغال بيهم، لا، اهتم بان انا اركز على برنامجين ثلاثه او برنامج واحد كفايه، بس اكون فاهم بيتعمل ازاي، واحط كل الافكار بقى اللي عندي في قلب البرنامج دوت. تمام، طيب انا منتظر الاسئله، لو اي حد عنده اسئله. معلش، تقصد ايه بريفينري؟ انا مش فاهم السؤال. يعني موضوع البيم ده هيفرق معاك كتير جدا. يعني لو بصينا مثلا على إدارة المشاريع، إدارة المشاريع محتاجة ان انا يكون عندي معلومات. تمام، اتخاذ القرار محتاج ان انا اخد معلومة كويسة. بمعنى ايه؟ خلينا نشوفها مثلا حتى في القرآن، في قصة الهدهد، كنت لسه بحكيها لمعاذ. هي اني القي عليك كتاب كريم، وانه من سليمان، وانه بسم الله الرحمن الرحيم. فهي عاملة بقى تفاوض، فبيبدأوا يتفاوضوا، او بيبدأوا يتناقشوا في الموضوع، او بيبدأوا مجلس شورى او ديمقراطية، فبتقول لهم نعمل ايه؟ نحارب ولا نخش ولا نتفاوض معاه ولا نستسلم له؟ قالوا نحن ذو قوة وذو بأس، فالأمر إليك. فهي راحت إيه؟ عايز تاخد وقت عشان تاخد قرار، هي محتاجة معلومات. فقالت إيه؟ إن الملوك إذا دخلوا قرية جعلوا عزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. أنا عايز معلومات، أنا هبعت ناس وفد عشان يجيب لي المعلومات ديت. تمام؟ طيب، هل برنامج جراس هوبر يغني عن الداينامو؟ طيب، جراس هوبر حتى الآن، يعني لو جينا نركز في الاثنين، لو جينا نركز في الاثنين، الجراس هوبر مركز قوي مع الراينو، والداينامو مركز قوي مع الريفت. ماشي، يعني ده في لعبة، وده في ملعب، وده في ملعب. فلو انا عايز اخش في جراس هوبر، جراس هوبر ممتاز جدا، في مكتبه قويه جدا، يعني الداينامو لسه حديث، فما فيهوش المكتبه الموجوده في الجراس هوبر. ببدا اعمل حاجات انا مانيوال.
انما جرس هوبر في مكتبه التحليل الحراري وتحليل الطاقه وي ممتازه جدا. طبعا الدكتور احمد حسب غني عن التعريف هو استاذنا في الجرس هوبر ودكتور عمر جندي على ما اتذكر، فليهم دروس كويسه جدا في موضوع الجرس هوبر. دلوقتي بدأ في تولز بتنقل الشغل من جراس هوبر للداينامو ودايناميك، يعني لما تحصل تغيير هنا يتغير هنا. بس لو انا بفكر انا هعمل ايه، لو انا عايز اعمل تحليل المبنى قبل ما يخلص ودي يعني في البدايه خالص اول يومين ثلاثه في الشغل، وبعد ما استقر على الشكل واستقر على كذا اخد الشغل ده اعمله في الريفت ممتاز جدا. انما لو طول ما انا هعمل حاجه طول المشروع او هعمل حصر او هعمل حاجه من كده، لا خليني في الداينامو احسن. يعني ممكن انا اخلص شغل في الراينو وفي الجراس هوبر وفي الادنس الموجوده ليدي باج والحاجات ديت، واروح واخدها في الريفت يعني في اول مرحله، مرحله الاسكيماتيك ومرحله التفكير كده وخلاص تمام. الجراس هوبر يغني عن الداينامو في المرحله دي، انما لو بتكلم على طول المشروع لا، الافضل ان انا لو انا هشغل ريفت ودينامو اروح للريفت والدينامو، وتعلمه سهل لو انا فاهم فكره الجريس هوبر وكيف الجريس هوبر هتلاقي الدينامو سهل جدا تمام. طيب ازاي اربط البيم بالديجيتال فابريكيشن؟ ديجيتال فابريكيشن معناها ان انا بقول له تقطيعات مثلا الضغطات في التكييف هتبقى عامله ازاي، او الاستراكشر او اي حاجه اللي هي ان انا بعمل مباني جاهزه. انا كنت بدي كورس في شركه في التكييف في قطر، وهم كان عندهم النسبة تقريبا 90% من الشغل بيجي غلط، يعني بيقطعوه في مكان سي ان سي يروح يطلع اكبر اصغر في الاوتوكاد، ما كانش مظبوط، كان بيطلع كله غلط لان كان في جزء كبير جدا مانوال. لما اشتغلنا بالريفت وعرفنا ازاي نعملها فرق معاهم كتير جدا، نسبة الخطأ بقت زيرو تمام. كان الاول كان يروح يلاقوا حتة زيادة فيضطروا ان هم يقطعوها، يلاقوا حتة ناقصة فيرموا الحتة ديت، كان فيها هالك كتير جدا وفلوس كتير جدا بتترمي، وسيفتي غلط ان انت الموقع مش مهيئ ان انت تقطع في السيفتي. لما بننزل موقع ونشوف التقطيع في السيفتي غلط جدا، انما في المصنع في كيان موجود ان هو يحمي الناس من المشاكل دي كلها، اللي بيطلع زي اوبشن كتير سكريبت بيرتبط بالاكسل والداينامو. الديزاين اوبشن ممتاز جدا في ان انا بعرف مثلا ممكن يكون عندي كذا ديزاين لسه ما استقراش حاجه، فبحطهم كلهم وبظهر واحده واقفه حاجه وتقدر تربطه بالاكسل والداينامو مفيش اي مشكله خالص. في ادنس كتيره بتربطه تمام. استخدام الاكسل في شغلنا، بص الاكسل من البرامج القويه جدا اللي غنى عنه في مجال الهندسه ايا كان شغلك، ولا المجال الطبي ولا الاكسل، برنامج قوي جدا يعني انا بحطه من اقوى برامج البيم مانجر، ان انت عندك معادلات عندك حسابات عندك شيتات، فالاكسل قوي جدا. ان شاء الله نحاول نعمل سلسله فيديوهات على قناه بيم اريبيا في موضوع الاكسل في مجال الكونستراكشن، الدوال بتاعته رهيبه جدا، بدل ما تقعد تجيب كذا برنامج تقدر تعمل داله تحسب لك كل اللي انت عايزه. الخطوات عشان تتعلم تبدا بيم صح هو بقى قوي فيه لحد ما يبقى بروفيشنال، وترتيب البرامج زي الريفت والبيم 360 وكده. طيب هو الريفت الاول وبعد كده بيم 360، لان مش هتقدر تشتغل بيم 360 غير لما تكون فاهم الريفت. البيم 360 منصه ان احنا نشتغل مع بعض كوردينيشن. حاول ان انت تفهم فكره البيم عموما من فيديو، من مثلا هتلاقي كذا حد شرح فكره البيم، فخد الزتونه افهم فكره البيم الاول قبل ما تخش في السوفت وير، لان الناس كتير خدت سوفت وير وهي فكر الكاد. فلا، فكرة البيم كلها ان انت تقدر تحط كل المعلومات اللي انت عايزها عشان تقدر تتاخد القرار، واشوف البرامج حسب ما السوق محتاج. انا ممكن اروح اشتغل في شركة يقول احنا مش شغالين ريفت، طب ليه؟ عشان كذا كذا كذا. لو اقتنعت خلاص مش هشغل ريفت خالص تمام، مش هخلي الشركة كلها تتغير ريفت عشان اقدر. رحت مثلا دولة مثلا في اوروبا، اوروبا اغلب الشركات حتى الان مش شغالين ريفت، شغالين برامج تانية حسب الدولة بيشوفوا ايه البرامج اللي موجوده في الدوله، يعني المانيا بتشتغل بالبرامج بتاعت المانيا وهكذا. فانا بشتغل بالحاجه اللي موجوده في الشركه وابدا اشوف المزايا والعيوب واقارن بينهم وابدا اشوف. ابدا بالريفت وبعد كده شوف انت المجال بتاعك، هل مطلوب منك تعمل كوردينيشن؟ انت مطلوب كوردينيشن، خلاص خش في موضوع الكوردينيشن. اتكلمنا على ديزاين اوبشن. ديزاين اوبشن دوت لو انا عندي كذا تصميم ولسه ما استقرتش، ببدا احط التلاته وابدا اختار بينهم واوري المالك او بوري المانجر بتاعي، ولو استقر على حاجه بلغي الاثنين التانيين وبخلي دوت. في فيديوهات كتيره على قناه بمريبيا في موضوع ديزاين اوبشن دوت، لان هو بيوفر لنا وقت كتير جدا.
والله احنا اللي بشكرك يا استاذنا الفاضل يا باشمهندس محمد على شغلك وتعبك النهارده، انا اسف. هل ممكن اخلص كتله المشروع كموديلنج على الماكس وبعدين اصدره الريفت واكمل عليه بيم؟ لا. ليه؟ لان وانت بترسم على الماكس مش معروف فين الحوايط وفين الابواب وفين الشبابيك، في كلمه باب بس هي كلمه كده خلاص. اشتغلنا ماكس وعارفين انها مش اساسيه، يعني لو تحصر الابواب هيديني رقم بس مش هيديني المعلومات اللي انا محتاجها. الافضل ان انت تشتغل موديلنج كله على الريفت وتبعته على الماكس عشان تعمل ريندر على الفي ري، والريفت في في ري بس الريفت في ري بيدي جوده مثلا 98%، على الماكس الفي ري على الماكس بيدي 100%، فالافضل خش عليه على طول. تمام. لو انا عاوز اشتغل بيم لما اتخرج، ايه الخطوات اللي ممكن اخدها في الفتره بتاعه الكليه بعد مرحله الريفت؟ اعمل كذا مشروع بايديك، يعني صدقني ان انت تشتغل في الريفت ده افيد لك بكتير من كتر البرامج. كتر البرامج هيتوهك، انما لا، ركز ان انت تفهم الحاجه وتتقنها وتشتغل كذا مشروع. ولما تعمل كذا مشروع كل مشروع بيطلع لك مشكله جديده ما كانتش موجوده. انا الحمد لله بقالي تقريبا مش فاكر قد ايه، بس ممكن 12 13 سنه او اكتر من كده، وحتى اليوم دوت بتواجهنا مشاكل ما كانتش مواجهنا قبل كده. لازم تطلع لك مشكله في كل مشروع جديد ما كانتش مواجهه لك قبل كده. في سلم مثلا مش راضي يرتبط مع بعض، قصه السلم، في مثلا عايز تعمل حاجه معينه مطلوبه في الشغل ومش راضي تيجي، ف بتلاقي الموضوع في مشاكل. لو انا عايز اشتغل بيم لما اتخرج، ايه الخطوات اللي ممكن اخدها في الفتره بتاعت الكليه؟ زي ما قلت لك تقريبا مرتين، ممارسة. الممارسة هي اللي هتنبهك، تقدر تكتشف عيوب في البرنامج فتدور على حلول البرنامج دوت. يعني البرنامج ده ما بيعملش الحاجة دي، ايه البرنامج اللي يعمل لي الحاجة دي عشان لما اعمل شغلي يكون كامل؟ تمام. لو هبدأ في ده عمليا ابدأ منين واروح فين؟ ابدأ ان انت لو انت اول مرة تبتدي حاول تفهم فكرة البيم. هتلاقي في سلسلة كده بالعربي اسمها جاست تو بيم، فيها شرح فكرة البيم. جاست تو بيم هتلاقي في شرح فكرة البيم ببساطة، ممكن تسمعها اصلا في العربية، ممكن تنزلها عندك على الكمبيوتر تسمعها وتفهم الفكره، وبعد كده اختار سوفت وير معين انت محتاجه. ممكن ما تختارش حاجه من الحاجات بتاعت الريفت ولا الاركاد، ممكن انت شغال مثلا بلانر فتخش على نفس وركس، برنامج قوي جدا في موضوع الفور دي مع البرامافيرا، مش بيجمع البرامافيرا، فمحتاج ان انت تحدد ايه الحاجه اللي انت عايزها اولا. طيب، تسجيل توتوريال اي بي اي من قناه بيم اريبيا وتبقى منظمه وحدد على البلاجن اللي بتساعدنا في مجال الكونتراكتور والكونسلتنت. باشمهندس وليد حبيبي، ازيك يا باشمهندس؟ ان شاء الله، بس مش انا اللي اعملهم بقى، في حد احسن مني بكتير متفق معاه ان شاء الله هينزل توتوريال خاصه بالاي بي اي للريفت والنفس وركس، ولو انت فهمت الفكره هتقدر تعمل اي حاجه خالص. الاي بي اي دوت عباره عن مدخل او رابطه بينه وبين البرنامج. يعني انا دلوقتي لو انت بتبرمج، انت نتكلم شويه في البرمجه، لو انت بتبرمج يا اما بتبرمج حاجه هتبقى اونلاين، يعني بتبرمج موقع، دي نوع معين من البرمجه، بتختار مثلا طبعا لازم تكون عارف ال HTML والجافا والسي اس اس، دي الحاجات الاساسيه لو انت عايز تبرمج حاجه على النت. وطبعا هيفيدك قوي ان انت تدخل في برنامج اوتوديسك عاملاه فورش، اوتوديسك فورش ده قوي جدا هيسهل لك شغل كتير وهيربطك بينك وبين البيم 360. في نوع برمجه موبايلات وده ممتاز جدا لان اغلب الناس بتستخدم موبايلات وتقدر تحط اعلانات وتبقى حاجه قويه. ممكن تبرمج حاجه للديسكتوب. الديسكتوب كان حاجه قويه جدا زمان، بس دلوقتي قليل قوي اللي بينزل برنامج يسطبه، فبقينا ايه، بدأ التراجع بتاعه شويه. ليه؟ لان مش كل الناس بتسطب برامج، ما بيسطبش البرامج اللي هو عارفها او عايزها، انما لو اونلاين هتلاقي كل الناس بتدخل فيها. طيب، لو انا بقى عايز ابرمج حاجه هتشتغل جوه البرامافيرا او جوه الريفت او كده، هو انا مش هلعب في البرنامج بس هو بيديني قائمه كده اسمها ادنس، اقدر اضيف زرار ليها. يعني انا مش هقدر اغير فكرته في السيلكت او فكرته في الكوبي او فكرته في الموف، بس اقدر اعمل زرار تاني خاص بالكوبي او بالموف او بالروتيت يفكر بشكل مختلف. على سبيل المثال مثلا في الريفت بنعمل سيلكت او في اي حاجه بيعمل سيلكت بالكاتيجوري او الفلتر بالكاتيجوري، فانا ممكن اخلي الفلتر ده باجزاء من كاتيجوري من التايب فاميلي مثلا او بالادوار او باي حاجه، يعني اغير فكرته في موضوع الفلتر بتاع السيلكت. تمام. فدي الفكره، ان انا بقدر اضيف بعض المزايا او بعض الحاجات اللي مش موجوده. ما ينفعش ان انا ابرمج حاجه هي موجوده في قلب البرنامج، انا لازم ابرمج حاجه مش موجوده. يعني على سبيل المثال
في شركة اسمها ماجيكات، دي متخصصة في ال ام بي، شركة فنلندية. انا كنت اشتغلت على البرنامج بتاعها سنة 2009 2008، وبعت لهم فقلت لهم انا عملت مشروع للماجيكات ووريت لهم، بعت لهم صور ليه وعملت الكتاب والحاجات دي. فقالوا احنا ما نعرفش يعني في حد مهتم بالشرق الاوسط، احنا ما عملناش دعايه اصلا عندكم، يعني ما فيش حاجه بالانجليزي اصلا توتوريال، انت عملت حاجات ازاي؟ فلان انا كنت فاهم فكره الريفت، فلما رحت هناك لقيت الموضوع سهل ما فيهوش مشاكل. فاللي هم بقى عاملين الاي بي اي بتاعهم بيضيف حاجات مش موجوده، يعني يقول لك ايه هنضيف حاجه تقول لك ايه ازاي تفرش جوه الريفت، ازاي تفرش جوه الاوتوكاد، تمام؟ فهو ما بدورش ان هو يضيف يعمل برنامج جديد، لا هو بيعمل اليس جوه الريفت جوه الاوتوكاد، ويدور على الحاجات اللي مش موجوده في الريفت ولا في الاوتوكاد ويقول لك طب ضيفهم، طب دول هديه مني حطهم، طب ازاي مثلا اقول له ايه خد الغرفه دي وزع فيها السبنكرات او اللايت ووصل بينهم وخرج خارجه بره المبنى وحاجات زي كده، يعني وصله توصل لبيت المشروع. فدي كانت بيوفر وقت كتير جدا، بيلتزم بالكود وبتحدد اصلا انت عايز بالكود الامريكي ولا بالكود الاوروبي وكده، تحدد الكود اللي انت عايز تشتغل بيه. طيب الفرق بين ال 3 دي موديل والبيم موديل، طيب البيم موديل هو 3 دي موديل، يعني ما ينفعش بيم موديل يطلع كده شيطاني، لازم يعدي على 3 دي موديل، لازم يعدي على ان هو يبقى، بس هو هيبقى ازاي موديل وبيم موديل وما فيهوش 3 دي، ف 3 دي يدخل يعني البيم بيدخل تحتيه. الفكره بقى لو انا عندي بيم موديل اقدر اصدره للسكتش اب او ال 3 دي ماكس او المايا او بلندر، انا حاليا شغال على بلندر او اي برنامج من البرامج سينما 4 دي مثلا، حاجات ديت تمام. ساعتها هيبقى 3 دي موديل بس، هيفقد المعلومات لان البرنامج مش مؤهل ان هو ياخد المعلومات. انما لو انا جبت 3 دي موديل ودخلته جوه الريفت بيفقد المعلومات، يعني البرامج البيم فيها معلومات زيادة، هي دي البيم موديل. لو وديتها لأي برنامج تاني مش من برامج البيم بيفقد المعلومات ويبقى 3 دي وتشتغل عليه عادي بدون أي مشاكل خالص. طيب لو أنا جبته بقى من سكتش أب، هو أنا مش بداخل فيه معلومات، هي الفكرة كلها إن مفيش معلومات، فإزاي أنا هعرف منه معلومات؟ تمام؟ فمحتاج إن أنت تشتغل في البيم، وبعد كده لو أنت عايز رندر عايز كذا تبدأ تحول. لو انت مثلا عايز تعمل مثلا شغال في الانترو ديزاين وعايز تعمل كورس معين وانت متعود على سكتش اب، اعمل كورس على سكتش اب ودخله، وبعد كده هتبذل جهد ان انت تدخل البرامتر بحيث ان هو يبقى بيم موديل. لان لو انت عملت سيلكت على العنصر وما ادانيش معلومه يبقى كده مش بيم موديل. بيجي لي ساعات مشاريع يقول لي حسن احنا وصلنا ل ال او دي 300 وعايزين توصل ل ال او دي 400 او 500، فال او دي اللي هي ليفل اوف ديفلوبمنت، يعني بنطور المشروع. ال او دي 100 يعني مشروع حاطينه من غير سايز ولا حاجه خالص، مجرد فكره بنتفق على الفكره. بعد كده لو اتفقنا بندخل في ال او دي 200 300 400، ده اللي هو شوب دروينج بيبقى فيه المعلومات كلها. ال 500 دي الاسبلت اللي هي اتنفذ في الموقع، عايز اتاكد ان الشغل بتاعي هو نفس الشغل الموجود في الموقع، تمام؟ طيب ازاي ابتدي في الريفت عشان اعمل الكوردينيشن في مجال التشطيبات؟ طيب الـ اول حاجه لازم نعملها ان احنا نفتح الريفت نبص عليه، نبدا نشوف المشروع اللي موجود سامبلز في قلب الريفت، ونبدا نبص عليه، نبدا نفهم الفكره، نبدا نشوف التوتوريال اللي موجوده، نحاول نعمل شويه ان شاء الله فيديوهات كده خاصه بموضوع التشطيبات وموضوع الكوردينيشن برضو. هي الفكره كلها ان انا ابقى مركز على الحاجه اللي انا عايزها، تمام؟ ما ينفعش، دي غلط كتير ان الواحد يتعلم ريفت معماري وانشائي وكهروميكانيكال، لان في الاخر هشتغل واحد فيهم بس، تمام؟ انا اضطريت في فتره ان انا اتعلم الثلاثه غصب عني عشان رحت شركه وكنت انا الوحيد اللي بيم في الشركه، وقالوا لي لازم تخلص المشروع ده معماري وانشائي وكهروميكانيكال، تمام؟ فدي كان غصب عني. انما المفروض كل واحد بيركز على التخصص بتاعه وما يشتتش نفسه ويركز على الحاجه اللي هو عايزها. يعني انا ممكن مثلا وانا شغال في التشطيبات بكون محتاج مثلا افهم حاجه معينه في الام بي، افهم دي بس وخلاص، افهم حاجه بس في الانشاء بس وخلاص. طيب الماسنج ان ريفت، طيب الماسنج ان ريفت تقدر تعمل بيه حاجات قويه جدا، تقدر توصل قريب من الماسنج اللي موجود في ال 3 دي ماكس. شفت انا ناس عامله شغل رهيب جدا في موضوع الماسنج، فمحتاج بس الناس تبدا تمشي ايديها وما تتصدش. الماسنج ممكن تكون التولز اللي موجوده مش بنفس العدد اللي موجود في ال 3 دي ماكس، بس تقدر تعمل بيه شغل كويس.
تمام. فالماسنج فيه الريفت يقينا قوي، بس محتاج صبر شوية ومحتاج ناس كويسة جدا تشتغل عليه. في ناس بتعمل شغل رهيب جدا بالبرنامج البينت الرسام، بتعمل شغل احسن من الفوتوشوب. يعني الفكرة كلها في مهارات الشخص نفسه اكتر من الأداة. كنت لو سمحت كنت عايز اعرف ايه احسن برامج اركز عليها في تحليل المبنى. انا قريت كتاب الجرين بيم بس مذكور فيه برامج كتير، فانا عايز اعرف ايه اكثر برنامج مفيد فيهم وبيطلع نتائج احسن. طيب التوب يعني نركز في الكلمه دي، عشان التوب يعني البرنامج القوي جدا ديزاين بيلدر، تمام. ده برنامج قوي جدا وناس كتيره بتعمل بيه دراسات عليا وماجستير ودكتوراه، وبيطلع نتائج قويه جدا، وفي جزء خاص باللايتنج وخاص جزء خاص بالسي اف دي، وفي شغل كتير جدا، تمام. يمكن مش يعني محتاج مذاكرة شوية، تمام. بلاش تقول انه صعب ولا كده. الناس كتيرة بتشتغل على برامج مثلا في قلب الريفت، في موضوع الزرار كويس، موضوع برنامج الاكوتكت بس وقف، كان من البرامج القوية، وبعد كده الديسك وقفته لان هي بتفكر تفكير ايه اللي بيكسب، تمام. وبعد كده كان في برنامج اسمه فزاري، كان برضو من البرامج الحلوه، يعني اكتر برنامجين كنت بحبهم وتزك وقفتهم. في برامج تانية كتير، يعني هم عملوا بدايل في قلب الريفت، يعني عملوا ان انت مثلا تخش ترفع الموديل بتاعك على انسايت 360 في موقع اسمه جرين بيلدينج، ده برضه تبع تزك. فدي من البرامج السهله جدا جدا بشكل بشع في موضوع السهوله. حاجات لذيذه. في طبعا برامج كتيرة يعني مشروحة بالتفصيل على الموقع بتاع بيم أريبيا، تمام. بس لو حد مش عايز يتشتت وعايز يركز على برنامج واحد بس هو الديزاين بيلدر، هتلاقي فيه الحاجات بشكل حلو. انا بفتح القناة بتاعت الاستدامة مثلا بتاعت بيم أريبيا اهيت، تمام. في ديزاين بيلدر من الحاجات القوية جدا، في فلو ديزاين، في برنامج سي اف دي، في برنامج اناليسيس. دي برامج يعني اناليسيس ده خاص بالسي اف دي اكتر. في الجراس هوبر في كذا اداه جواه قويه جدا، بتعمل حاجات خاصه بالاستدامه، تمام. طيب انا عايز اخد في حوار البيم في جانب الدراسة. شوف انت ساكن فين وشوف اقرب مركز معتمد من اوتوديسك، يعني خش على موقع اوتوديسك وشوف ايه المراكز المعتمدة وتوكل على الله. المهم ما تأخرش الموضوع. في ناس بتقعد تعمل دراسة عليا فهتروح في اي مركز لمدة مثلا 6 شهور، كان زمان خد في اي مكان واكيد هيكون كويس، تمام. يعني توكل على الله وربنا يوفقك ان شاء الله، انه انت بس نية كويسة وان شاء الله تبقى حاجة كويسة، تمام. طيب زي ما احنا قلنا ان في مشاكل كتيره موجوده كانت موجوده في مجال الانشاءات، والبيم جه، ولو استخدمت البيم مظبوط، دخلت المعلومات مظبوطه بتفكير مظبوط، هتبدا تحل المشاكل. ممكن تظهر مشاكل نتيجه ان في عدم فهم فكره البيم، ان في عدم تناسق بين الاقسام والحاجات ديت، فده ده بيخلي الاستفاده بتاعت البيم تبقى قليله، تمام. انما لو انت ماشي عليه مظبوط وفاهم الفكره هتلاقي المشاكل بتقل. يعني من ضمن الحاجات مثلا الناس كلها تتشارك المعلومات، ما فيش حاجه اسمها تبقى عندك معلومه ما تداش لحد. الفكره كلها ان انت عندك الموديل ده بتشاركه مع كل الاقسام، فلو في اي معلومه تبقى موجوده عند الناس كلها، لان انت تبعت معلومه بالايميل بتلاقي فقد في المعلومات، وبعدين مش هتعرف تبعت المعلومات للناس كلها، فهتلاقي في مشكلة الناس ما توصلش معلومة. ممكن تبعت المعلومة لحد وتنسى حد تاني، انما لما يكون في موديل وكل واحد عايز معلومة يدخل ياخدها بيكون افضل بكتير، تمام. يعني مثلا لو انت عندك معلومة مثلا خاصة بالسانسير هتبعتها للمعماري اكيد، طيب هتبعتها للكهرباء اكيد، هتبعتها للانشائي، تبعتها للتكييف، تبعتها للصحي، فبتبقى مش عارف. انما ممكن اقول مثلا انا حاططها في المكان الفلاني واي حد عايز المعلومه دي يقدر يدخل ياخدها، فبتكون اسهل بكتير، فبتلاقي فايده كتير جدا لموضوع البيم. في بلوجن لقصه السلالم، في كذا بلوجن لقصه السلالم، وفي حاجات بتبقى قويه وحاجات، في بلوجنز كتير للابواب مثلا،
تمام، في حاجات فيهم بتبقى قوية وفي حاجات فيهم بيبقى مكتبة جاهزة كأنك بتعمل سيرش على النت وبتحملها. لو انت دخلت على الاركي كات هتلاقي موضوع السلالم معمول بشكل قوي جدا وبشكل سهل جدا وهتستمتع بيه، تقول يا ريت حد يبرمجها يعملها بالشكل دوت. الراينو والبيم، الراينو بيعمل شغل كويس جدا بس حتى الان ناقص له سكه كده ويبقى بيم. تمام، ناقص سكه ان لما اعمل سيلكت عليه عنصر يديني كل المعلومات، او اقول له مثلا عايز ارسم باب شباك. بس هو برنامج كتير جدا بنستخدمه في فكره المبنى، في تصميم شكل المبنى، في يعني بلجنز كتير خاصه بيه، الاستدامه قويه جدا. تمام، ده بالنسبة لموضوع الراينو مع الجراس هوبر، ودلوقتي الجراس هوبر بينزل مع الراينو جاهز، فبيعمل شغل كويس جدا، بيعمل لنا فوائد كتير جدا. وبعد كده بنكمل الشغل على برنامج البيم ايا كان البرنامج. اسهل طريقة اتعلم بيها الداينامو، طيب الداينامو هو ما يعتبرش لغة برمجة، تمام، بس محتاج ان انت تعرف الاساسيات بتاعته. هتلاقي فيديوهات على قناة بيم اريبيا فيها الداينامو، مفيش مصدر في العالم كله بيشرح الداينامو من الاي تو زي، لا لازم انت تجتهد شويه، لان هي لو قعد يشرح كل حاجه وكل برنامج الكتاب ممكن يطلع مثلا في مليون صفحه. فمحتاج ان انت تعرف ابجديات كانك بتعلم لغه، فبتقعد تتعلم الحروف الاول، طب دي تحط ازاي تحط ازاي، وبعد كده امثله وتبدا تشتغل في الموضوع دوت. ازاي نبدا ندخل ونطبق البيم داخل التعليم الجامعي في منهجنا بحيث يبقى جاهز لسوق العمل؟ طيب الموضوع ده انا كتبت في كذا مقاله وشغالين فيه فعلا، يعني في كابيم اريبيا بنحاول نتعاون مع الناس كلها، والحمد لله عملنا شغل كويس الحمد لله مع فريق بيم اريبيا المنصوره، ورحنا جامعه ماريوت وكنا هنروح كذا مكان ومتفقين مع كذا مكان، بس حصل بعض المشاكل منها موضوع الكورونا فوقفنا شغل، وان شاء الله نكمل بعد كده. طيب انت محتاج تطبق البيم ده في كل سنه مستلين، يعني مش يبقى ماده موجودة خلاص. هو حتى الكود نفسه، كود سواء كود المصري او كده، بتكلم على كود الانشاءات وكود المعماري والانشائي والتكييف، المفروض اللي يبدأ يتغير في تكنولوجيا حصلت اتطورت، فهو لازم يطور نفسه بحيث ان هو يواكب الموضوع دوت. فمثلا وخلينا نتكلم ليه الكود بيختلف من بلد لبلد. تمام، بيختلف من بلد لبلد لان كل بلد ليها الخصائص بتاعتها، يعني هي مش فكرة ان انت بتعمل حاجة وخلاص، لا بتلاقي فيه اختلافات، فبتلاقي في اختلافات في مثلا اسلوب العقد مثلا بيختلف من بلد لبلد، فبتضطر ان انت تشوف الفكره بتاعتها ايه وتبدا تشتغل عليها، وتبدا تشوف مثلا هل الملك بياخد المشروع ويديه للديزاين وبعد كده ياخد من الديزاين يديه للمقاول، ولا المقاول هو اللي بياخد وتحتيه الديزاين. فبنبدا من خلال الاختلافات بين العقود بنبدا نشوف الكود هيتكتب ازاي. تمام، طيب بالنسبه للتعليم الجامعي المفروض يبقى فيه كل حاجه هتطبق تتعمل من خلال البيم. بمعنى ايه؟ انا بشرح لك حاجه معينه، طب تعمل بالبيم ازاي؟ بوريها لك من خلال اي برنامج، ولو فهمت البرنامج ده هتفهم الباقي. يعني اقدر بحاول نتفق على برنامج معين لانه غالي، خلاص بنشوف برنامج تاني ووريك بتتعمل ازاي. بس في الاول لازم تشتغل مانيوال، مفيش حاجه اسمها الغي المانيوال، لا لازم اشتغل مانيوال الاول وابقى فاهم ازاي ارسم بايديا، وبعد كده تبدا تدخل في موضوع البيم. وانا حاطط رساله كده في كل سنه ممكن تدرس ايه وممكن تطور فيها ايه وايه اللي مطلوب وهكذا. تمام، فمحتاجه تربط الـ الشغل اللي انت تشتغله بالدراسه اللي انت هتدرسها. انا عايز اتجه للمانجمنت اكثر من فكره الديزاين، ايه اللي انا محتاجه ايه اللي انا ماشي. تمام، اول حاجه مثلا نبدا ندرس حاجه مثلا زي البي ام بي، او ممكن ندرس مانجمنت ليد فبقى فاهمها. محتاج من البيم مش لازم انا اكون، لو انا شغال مانجمنت تمام، ومش لازم اشتغل بداية في الريفت، بس ابقى فاهم ايه اللي انا هاخده من الريفت. يعني انا اديت قبل كده كورسات لناس في اداره البيم، ايه اللي انت محتاجه عشان من البيم مثلا، او ايه الفكره. يعني انا كنت شغال قبل كده مع مدير، وبعد كده راح قال لي مش انت البيم مانجر، عايزك تاخد لي سيكشن كل متر مثلا في الرامب دوت. فبقول له يعني 200 سيكشن ليه؟ قال لي عشان عايز اتخيل شكل الرامب عامل ازاي. قلت له ما انا ممكن اوريك 3 دي. فقال ايه ده البيم اللي ليه علاقه بال 3 دي؟ ف اه دي نقطه انا بفهم الراجل نفسه المدير فكره البيم. في كذا مقاله كتبناها في بيم عربي عن ربط البيم باداره المشاريع وازاي نستخدمها. اداره المشاريع محتاجه انفورميشن، محتاجه معلومات، ومحتاج اتخاذ القرار محتاج معلومات زي ما قلنا في قصه سبق.
ان هي فنظرة بما يرجع المرسلون، اول ما يرجعوا هف اخد المعلومات اقدر اخد من خلالها قرار، هل ده ملك ولا هل ده نبي ولا هل ايه القوة بتاعته. فالمانجمنت هي اصلا بيلدينج انفورميشن مانجمنت، هي ادارة بيانات المشروع. انا كمدير المشروع ايه اللي انا محتاجه؟ اول ما عاوز مثلا عايز اعرف تكلفة حاجة قد ايه، عايز اعرف اشوف المبنى دوت، عايز اعرف لو احنا غيرنا الحاجة دي هتبقى كويسة ولا لا، هينفع تتغير ولا لا. تمام يا باشمهندس، مشكلة فتح فيرجن اعلى من فيرجن اقل دي حلها ايه؟ طيب دي اوتوديسك الافلام، تمام، فما يعني صعب تلاقي لها حل. ليه؟ هم عايزينك كل شويه تعمل ابديتد للحاجه وتشتري الحاجه الاحدث، تمام، فصعب جدا تلاقيها. ما يعني حلها ان انت سايف اي اف سي وبيطير معلومات كتيره. هل شيرنج او كوردينيشن بتاثر بالمشكله دي؟ ما هو المفروض بقى كلكم تعملوا ابديتد للحاجه اللي موجوده، يعني احنا كلنا شغالين مثلا على ريفت 2020، او لو انت بقى عايز تشغل اي اف سي ماشي، بس خلي بالك ان في بعض المعلومات بتطير. يعني حاليا بيم كوردينيتور، ايه الخطوه اللي بعد كده وايه اهم حاجه اتعلمها غير الريفت؟ لو انت شغال بيم كوردينيتور فلازم تتعلم مثلا نفس ووركس، مثلا تشوف ايه البرامج الخاصه بيه الكوردينيشن تخش فيها. لو انت عايز تخش في بيم مانجمنت تبدا تتعلم بقى، اولا تتعلم اداره المشاريع لازم كبي ام بي، لازم تتعلم، ممكن تتعلم لين مانجمنت هتفيدك كتير جدا، تتعلم الاكواد، تتعلم ازاي يعني هتلاقي في جاستو بيم بالتفصيل ازاي تكتب بيم اكسشن بلان مثلا، ازاي تعمل اجتماع، ومش كل حاجة تقراها تصدقها. يعني كنا قلنا نخلي الاجتماعات وقت، يعني الاجتماعات على الواقف عشان ما نضيعش وقت كتير، خلي الاجتماع من غير كراسي، نقعد في مكان، نقف في مكان ونتكلم فيه بحيث ان الاجتماع ما يطولش. المدير منه لله قعد 3 ساعات سرجلينا ففقت فيها يعني يا اخوان ده خلاص. فهو طبعا خلاص بقى دول كتير بتشتغل على موضوع ان هي تقلل وقت الاجتماعات او تحاول انها تنظم الموضوع بحيث ان ما يبقاش مثلا كل يوم بيضيع 2 3 ساعات في موضوع الاجتماع. فانت المفروض تهتم لو انت عايز تخش في حاجه بعد كده هي موضوع الاداره. هل في البيم تقنيه تساوي الماكس في الريندر، او ولا الاحسن ان اخلص مرحله البيم وبعدين احول الماكس ريندر؟ خلص بيم وحول للماكس عشان توصل ل 100%. تمام، الريفت جواه الفي ري، وانت عارف طبعا او حضرتك عارفه ان البيم هيوصل لمساحه حلو، وممكن تخش على برامج مثلا تاخد الحاجات تدخلها في اليومن او تدخلها على تو موشن، او في برامج كتير جدا بتعمل ريندر، بس ال 3 دي ماكس هو التوب بالذات لما شغال في الفري. الفري موجود في السكتش اب وموجود في الريفت بس مش بنفس القوه. الفري في 3 دي ماكس بقاله سنين في حل المشاكل كلها وبيطلع بجوده 100%، في قلب ريفت بيوصل مثلا ل 98%. تمام، ف يعني لو انا عايز حاجه هتطبع وحاجه اظهرها عالي جدا وانا قوي في الماكس خلاص بخش في الماكس. طب لو انا ما فهمش في الماكس اخش على الماكس ما اعرفش حاجه غير الفي ري، ما اعرفش اشتت نفسي. ما دمت انت شغال على الريفت، ايه اللي انت محتاجه من ال 3 دي ماكس؟ لو انت محتاج حاجه كتيره خلاص خش في الحاجات الكتيره دي، لو انا محتاج بس الجزء ده خلاص اخش في الموضوع ده. زي الراينو ممكن تدخل تركز على موضوع مثلا الاستدامه، ايه البلاجن اللي قويه في الاستدامه. تمام، ما شتتش نفسي. لو انت شغال مثلا راينو ومحتاج جزء معين من الريفت فبسأل على الجزء ده واركز على الجزء دوت وهكذا. الراينو ممكن يكون كوت وكوت 3 دي ماكس في ايه بالظبط؟ في موضوع ان هو يرسم اشكال، في موضوع ان هو يعمل استدامة هو اقوى من 3 دي ماكس، في موضوع الاظهار لا 3 دي ماكس اقوى. يعني كل واحد فيه ملعب بيلعب فيه، ولو واحد فيهم حب يلعب في كله هيتشتت وهيضرب. تمام، لا هو كل واحد بيركز على حاجة. تمام، طيب انا في الاول لما باجي ابدا اشتغل في البيم لازم ما انساش الحاجات اللي انا درستها في الكلية، وما انساش النظريات، وما افتكرش ان خلاص انا عارف بيم والناس مش عارفة بيم ان انا بقيت يعني ايه هيرو ولا حاجة خالص. لا، لازم تتابع الناس كلها، وممكن حد ما يعرفش البيم بس عنده معلومات اكتر في حاجات تانية فتتعلم منه، ما تسيبش حد تقابله غير لما تتعلم منه وتستفاد منه ان شاء الله.
ما هو برضو انت عايز الرسم التفاصيل، او ممكن الراينو يكون بنفس القوة، هو في مزايا كتيرة جدا، وبالذات مع الجراس هوبر بيطلع حاجات بسهولة جدا. يعني ممكن ترسم مبنى والملفوف ودوار بأشكال معينة في دقيقة ودقيقة ونص يعني، تمام. في ادنس قوية جوه، فالراينو حاجة قوية جدا. والراينو 3 دي ماكس ما نقدرش نقول ان هما بيم، بس واحنا شغالين في البيم ساعات بنحتاج الراينو وساعات بنحتاج 3 دي ماكس على راسنا من فوق، مش بنغص فيهم ولا حاجه. الراينو بنحتاجه عشان الادنس القويه جدا في الجراس هوبر بنستفاد منها، و3 دي ماكس بنحتاجه عشان نعمل موضوع الريندر، تمام. وفي برنامج حلو قوي اسمه بلندر، ده ممتاز جدا، ممتاز ان هو اوبن سورس مجاني، مساحته قليله جدا، ومع ذلك بيعمل حاجات قويه جدا زي ال3 دي ماكس. هاو تو ستارت بيم كارير فور فريش جريد. طيب اولا حاول ان انت تشوف على اليوتيوب بعض الفيديوهات وتبدا تتعلم فيها، تمام. وبعد كده حاول لو تقدر تاخد كورس هيفيدك، بس تكون مجهز الاسئله او المشاكل اللي واجهتك. حاول ان انت تعمل سي في وتعمل بورتفوليو بالشغل اللي انت عامله، حتى لو كان تجريبي. حاول ممكن تجرب ان انت تاخد حاجه شغل معمول جاهز وتبدا تحاول تعمل زيه وتبدا تفهم الفكره ازاي. حاول تنزل تدريب حتى لو انت لسه مخلصش الكلية، ده كله ده هيفيدك ان شاء الله. عشان ادخل في المانجمنت لازم الم بالديزاين بقد ايه، وخاصة في حديث التخرج، على قد ما تقدر يعني. المفروض يعني حتى البي ام بي بيقول ان انت ما تاخدش شهادة غير لما يكون عدى عليك تقريبا 3 سنين او 5 سنين عشان تدخل شهادة البي ام بي. ممكن تاخد شهادة تانية بس ما تبقاش بي ام بي، فلازم يكون الواحد عنده خبرة شوية في موضوع الديزاين، موضوع الموقع، تمام. ف ان الواحد يتنقل من غير خبرة خالص لموضوع المانجمنت يعني ما بحبذهاش، الا بقى لو واحد مثلا خريج مانجمنت صرف، التخصص بتاعه هو مانجمنت. انما الافضل ان انا اكون اشتغلت شوية ديزاين، اشتغلت شوية موقع، فاهم الفكرة جت منين. ممكن اكون ديزاين بس ومش قادر اخد الحاجات من المانجمنت. احسن يعني اكتر حاجات بيستخدمها الاكسل والبرومافيرا، يعني حتى الام اس بروجكت مش بقوه البرومافيرا، فقليل قوي اللي بيستخدمه. الناس كلها بتستخدم البرومافيرا لان هو ده اللي مناسب للمشاريع الكبيره. الام اس بروجكت مشاريع صغيره او اداره حياه الواحد، ممكن واحد يحط المعلومات بتاعته على ام اس بروجكت. اسهل سوفت وير كبراماتيك موديلنج، كبراماتيك موديلنج راينو، تمام، الراينو. او ممكن لو انت مصر تشغل ريفت تخش مثلا على الداينامو، بيعمل لك شغل براماتيك موديلنج كويس، وحتى الريفت نفسه ممكن تعمل بيه شغل براماتيك موديلنج كويس. فهو كل حاجة ليها حاجة حسب انا محتاج ايه. يعني ممكن انا في الشغل بتاعي مهتم جدا مثلا بموضوع الفابريكيشن، فببدأ اشوف ايه الحاجات اللي مخصصه في الفابريكيشن، بجهز حاجات مثلا للكوبي للفاسيلتي مانجمنت، فببدأ اركز على الحاجه ديت. What do you think about Rhino inside Revit and what will the future of Dynamo؟ طيب الراينو ده برنامج منافس للريفت، ما ينفعش يدخل جوه الريفت. هو اللي ينفع يتدخله او الناس بتحاول تدخله ان هو يدخله جراس هوبر. يعني الراينو ده البرنامج في اداه بتتسطب جواه اسمها جراس هوبر، بتديني امكانيات عاليه جدا، بتقوي البرنامج وتقدر تعمل حاجات جواه، تمام. فهم حاليا بيحاولوا يدخلوا جراس هوبر جوه الريفت، وفي ناس بتحاول تدخل الداينامو جوه جراس هوبر جوه الراينو، وما فيش اي مشكله. وفي ناس بتحاول تربط الاثنين ببعض، ليه ما يبقاش برنامج واحد بيعمل الاثنين، تمام. هما الاثنين نفس الفكره، ان انا راجل مش عايز اخش في سيمي كولن والسي شارب والحاجات دي كلها، انا عايز انجز الحاجات بتاعتي. وفي حاجات كتير بتتكرر، انا بلجأ للبرمجه ليه؟ لما يكون في حاجه هتتكرر معايا قوي هتاخد مني وقت كتير، يعني انا مش هلجأ في حاجه تعمل مره واحده، طب انا اعملها واخلص، تمام. يعني حتى لما انا كنت بشرح مثلا من الداينامو في فيديو مثلا بشرح اعمل سيركل، ما انا ممكن اعملها بس انا بشرح الفكره. لو مطلوب مني سيركل مش هفتح الداينامو ولا جراس هوبر، هبدأ ارسم انا السيركل مانوال وخلاص خلصت منها. بس اقدر عندك حاجه تكرر كتير. على سبيل المثال مثلا كان عندنا مبنى كبير 57 دور وفي شتات كتيره، والشتات كلها اولها اي ار، وعايزين بقى نعمل لهم دوبليكيت تبقى اي سي تي. فلو ما تعدل كل واحد تعمل اس تي هتاخد منك وقت، فانت رحت عملنا ايه، قررناهم وعملنا بالداينامو، اول ما تلاقي اي ار خلاها اس تي بدل اركتكتشر ستراكشر.
فوفرت وقت معانا كتير قوي. يعني الحاجه اللي هتاخد مني وقت اعملها بالداينامو او بالجروس هوفر. حتى في الاوتوكاد ممكن تبرمج بالفيجوال بيزك ابلكيشن او تبرمج بالاوتوليسب. كان مره جاي لنا مشروع وفي تحويل وحدات كتير قوي، يعني مثلا من النظام الامريكي للنظام الاوروبي عندك مثلا تقريبا 10,000 رقم، ومحتاج ان انت كل رقم فيهم تعدي عليهم وتعمل المعادله وتكتب كلمه قبليها لوحده القياس وحاجات زي كده. فعملناها على طول بالاوتوليسب في ثواني، عملتها وفرت معايا وقت. الحاجه اللي كانت هتاخد 3 4 ايام خلصتها في برمجه مثلا 10 دقائق ودقيقه واحده نفذت البرنامج وخلصت. تمام. فهي الفكره كلها انا عايز اوفر وقت، مش عايز ان انا اجرب برنامج. يعني لو انت شغال في مشروع ومش محتاج البيم ما استخدمش البيم. يعني لو انت عندك المعلومات دي جاهزه من مشروع قبل كده، وواحد مثلا عملت فيلا وعملت فيلا ومطلوب منك تعمل فيلا تانية، فمش لازم تخش في موضوع البرمجة والحاجات ديت. ممكن تخرج بره دلوقتي. تمام تمام ماشي تمام. حد عنده اي اسئلة؟ فزي ما احنا قلنا كده، البيم انا بستخدمه عشان احل المشاكل، بستخدمه لفايده، مش بستخدمه لمجرد ان انا عايز استخدم البيم. لا، انا بستخدمه لان اوفر الهدر. في هدر كبير جدا في الاسلوب التقليدي، بيعمل هدر للوقت وبيعمل هدر حاجات كتير جدا. How to upgrade model element from LOD 300 ل LOD 400. طيب ال 300 ده انت بتعمل حاجه زي ديزاين، ال 400 بتبدا تدخل بقى في موضوع شوب دروينج، فعايز اقول له الحاجه دي هتركب ازاي. فلو مثلا في باب مثلا، في مثلا نوع من الخرسانه هيتركب حواليها مثلا هتتثبت، في مثلا ماسوره معينه هتحط، في تفاصيله معينه هتحط عشان في الموقع ما يقفش، في الموقع ما يقعدش يفكر هتعمل ازاي. لا، هو عنده التفصيله بتاعتها ويبدا يشتغل عليها على طول. فهي ال 400 بأهل الموقع ان هو يشتغل وما يقفش، فبحط له تفاصيل الشغل اللي هيحصل ازاي. تمام. فمش اي واحد بيقدر يعمل 400. يعني في شركات تقول لك انا اقصير 300، ال 400 ده هيكلفني وقت وجهد وفلوس، واخش في تفاصيل واخش في حاجات ومش هاخد فلوس غير لما تتنفذ وبتاع. فانا عايز اخلع من الموضوع دوت، هو انا اخري 300. في كتاب اسمه ال دي فور، يعني احاول ابعته للجروب ان شاء الله. في جدول كده يقول لك دي 300 دي 400 دي 100 دي 200 وهكذا. فانت بتشوف بقى احنا متفقين على 400، يبقى لازم توصل لي التفاصيل لدرجة الفلانية. ال او دي فورم كان الاول بيسموه ال او دي ليفل اوف ديتيل، دلوقتي بقت ال او دي ليفل اوف ديفلوبمنت. فبدأ يدخل فيها الانفورميشن لما اعمل سيلكت على الحاجة. في مرحلة من المراحل مش محتاج ان انا ادخل معلومات، في مرحلة 400 محتاج ان انا اكتب اسم المصنع اللي هنجيب منه. تمام. محتاج ان انا اذكر اسم الموديل. في ال 300 احنا لسه بنفكر ولسه ما استقرناش على انهي شركه اللي هنشتري منها. تمام. وزي ما قلنا الريفت مش هو البيم، الريفت برنامج من البرامج اللي بتعمل البيم. ممكن واحد يشتغل كتير جدا ببرنامج الاركيكاد او برنامج التكلا او برنامج ماجيك كاد او اي برنامج من البرامج الموجوده في الساحه، ويبقى شغال بيم زي الفل ومفيش حاجه ناقصه. بس هو المشهور في السوق بتاعنا هو الريفت، عشان كده احنا بنركز عليه، ده هو اغلب الشركات طالباه. كان زمان في شركه او شركتين شغاله بالاركيكاد، ودلوقتي الناس كلها بدأت تتجه لموضوع البيم. طيب حد عنده اي اسئله او اي حاجه ما تحبون نتكلم فيها؟ طيب بص، هو افضل حاجه فعلا ان انت وانت شغال في الريفت تشتغل على بيم 360. تمام. كلاود. طيب ايه المشاكل بتاعته؟ طيب المزايا ان زي الفتره دي مثلا الناس مش قادره تروح الشغل فبتشتغل على بيم 360. ممكن تكون الشركه بتاعتك موجوده في اكتر من دوله فتستخدم بيم 360. العيوب بتاعته سرعه النت، دي اول حاجه. لو انت عندك النت بطيء فتعمل سنكرونايزيشن بتاخد وقت كتير قوي. تمام. شكرا جدا. في حد حط أداة للريفت انسايد ريفت؟ طيب تمام، انا سعيد جدا باللينك دوت. تمام. في كذا حاجة مش واحد بس، يعني في حاجات كتير جدا بتعمل الراينو مع الريفت.
تمام. طيب من عيوب البيم 360 ان هو غالي، دي حاجه اساسيه، غالي غالي جدا يعني، لكل يوزر بتقريبا بتدفع تقريبا $900 على كل يوزر. طب اقدر اصلا عندك مش كل الناس شغاله مثلا او كده، ف او ناس كتير بتدخل تعمل حاجات بسيطه، ناس لسه بتتدرب، فمشكله. تمام. فهو مبلغ كبير، تمام، بس مش كبير مع الشركات الكبيره يعني. ممكن الناس اللي لسه بتبتدي تجرب مثلا جوجل درايف، جوجل درايف تقدر تعمل بيه شغل كويس. بيم 360 الشهرين دول قالوا ان هم هينزلوه فري على اساس موضوع الناس تقعد في البيت، فدي رب ضارة النافع، ونسأل الله يعني الموضوع ينكشف بتاع الكورونا بسرعه عشان ندخل فيه، تمام، لان لازم واحد يتكلم في الحاجه اللي هو فيها ما يفتيش. تمام. طيب this how has Rhino 6 serial number because it work in Rhino 7. Rhino 7 لسه ما جربتوش، انا اخر حاجه جربتها رينو 6، فما اعرفش سيرفر نمبر والكراك والحاجات دي ما ينفعش نتكلم فيها، وقال هيقفلوا الصفحه ويقفلوا القناه. هو بيرد على البلجن this has Rhino 6 serial number because it work in. تمام. فبرنامج الراينو من البرامج القويه جدا، والناس كتير بتشتغل بيها، وهو يعني حاجه ممتازه جدا، وبنقدر نعمل شغل كويس جدا، وناخد الشغل ده نكمل فيه في الريفت. ونتمنى في القريب العاجل اللي يخلوا فيه براماتيك، ويخلوا فيه برامتر، وتقدر تدخل معلومات، وتقدر تصدر الملفات الكوبي، وتقدر تشتغل بيه يعني ينافس الريفت. نتمنى يعني، مش بنكرهها، نتمنى ان هو يبقى برنامج منافس للريفت. ليه؟ لان لما يكون في منافسه السعر يقل يعني، بدل ما هو متفرد وبيفرض سعر اللي هو عايزه، لا، لما يكون في برنامج اخر بالسعر بيبقى معقول، بيبقى مظبوط. موضوع ان الناس تشتغل كلاود دي حاجه كويسه جدا، بس محتاجه ان انت عندك يكون كويس، هتسهل لك مثلا ان انت وانت في البيت عايز تبص على حاجه طبعا، بس المهم ما يكونش المدير بيستغلك طول ما انت قاعد في البيت 12 بالليل 3 بالليل، هتلاقي الحاجه ديت. بما ربنا موجود عليها ورك شوب كامله، والله احنا شغالين في حاجات زي كده، ان احنا بنحاول نعمل ورك شوب. كانت في واحده معموله في الام اي بي، وفي واحده اركتكتشر هنعمل واحده احسن منها قريب، عباره عن برج كامل باذن الله ان شاء الله. بس انا من الناس اللي ما خدتش اجازه، فاعذروني يعني، انا لو كنت خدت الاجازه كنت عملت حاجه حلوه جدا، بس انتوا عارفين احنا شغالين في المقاولات فما خدناش اجازه. ف تطبق ازاي؟ شوف اي مشروع عندك كاد واعمله، لان المشروع ده انت اكيد فاهمه 1000000%، بدل ما تبدا في مشروع جديد. فاي مشروع عندك كاد ابدا اعمله، او في اي مشروع موجود اونلاين خد اعمله. لو انت بتحب الاثار، تمام، يعني زي حالاتي كده، ممكن تاخد البلانات بتاعته وتبدا تحولها لبيم. فاللي عايز يبدا يشوف اي مشروع موجود عنده، او اي مشروع موجود كاد، او اي مشروع موجود ريفت، وياخده على جنب ويحاول يعمله تاني. الحمد لله عندي الخبره، ربنا يزيد ويبارك، والمعلومات ما شاء الله. اعمل شوف درونج اللي دي 400، بس مش عندي خبره بالريفت نفسها. هي الفكرة كلها في البيم، ان الواحد ما يخافش منه، افتح الريفت وبص عليه، وافتح مشروع وبص عليه، واقفله تاني، خلاص كده انت ايه، كسرت الرهبة يعني. ابدأ بس ان انت تفتح البرنامج وتبص فيه، وتبدأ تشوف المعلومات. هتلاقي شرح موجود على قناة بيم اريبيا، تقدر حضرتك تبص عليها وتشوفوا ايه الحاجات، لو في اي مشاكل قول لنا، هنبدأ نشوف المشاكل ونبدأ نرفع لها فيديو خاص بيها. وعملنا كذا فيديو للموضوع، شوب دروينج ال دي 400 في الموضوع دوت. ولو هما شغالين بيم خلاص انا ببدا اخش معاهم، تمام، ببدا اشوف هما بيعملوا ايه، وببدا اخش معاهم، ببدا انا ابدا ارسم الحاجات من البدايات. يعني هبدا ارسم بيتي مثلا، البيت بتاعي اللي انا قاعد فيه، حوايط، وابدا ارسم الارضيه، وابدا ارسم انا اديت كورس من فتره، وكان معانا واحد من سريلانكا، وكان ما شاء الله من سريلانكا، وواحد تاني من الهند ما شاء الله عليه، عايز يخش في التفاصيل ويبدا يرسم. رسم بيته، كان عنده مشكله في السلم، عايز يرسمه زي ما هو بالظبط، كان سلم عجيب يعني. قعدنا معاه وعملناه له، وشفنا الخارجه والداخله والابواب والشبابيك زي ما عامله في النظام البيت بتاعه بالظبط، تمام، تقريبا كان هيتجوز فيه. ف عمله بشكل جميل جدا، وحط كل التفاصيل بادق ادق التفاصيل. فهي محتاجه بس ممارسه، وابدا اشوف المشاكل ادور عليها،
يعني وانا شغال في ال دي 400 ممكن ماليش فاميلي معينه، فازاي اعمل فاميلي؟ في ماسنج معين عايز اعملها، ازاي اعمل الماسنج ديت؟ فابدا اشتغل فيها، وابدا احاول اخد مشروع من اللي عندي. مثلا مش لازم اعمل المشروع كله، ممكن غرفه، يعني انا مثلا عندي مشكله في الغرفه دي ومش قادر اني اتخيلها، هعمل الغرفه دي بس مش لازم المبنى كله. احنا في شركه من الشركات بدانا التيم بتاع البيم بغرفه، غرفه حارس وكان فيها حمام، دي اخترناها. لو بدأنا من الصفر وقدرنا نحط كل التفاصيل الموجودة لحد ما نصدر كاد مظبوط ولحد ما نصدر بي دي اف مظبوط، يبقى احنا كده حققنا الانجاز اللي احنا عايزينه. مش العبرة بان احنا عملنا 1000 غرفة، لا، هو غرفة وكان حمام وقعدنا فيهم تقريبا شهر، تمام، فريق مستقل تماما عن الشغل بتاع الشركة. هو الأوضة دي طبعا من ضمن شغل الشركة، بس احنا هما بقى بيعملوا في بقيه المباني واحنا شغالين في البتاع دي، ونطلع ادق التفاصيل ونطلع سكاشن ونطلع البلانات ونوصل الحاجات مع بعض، ونتعاون معماري وانشائي وكهروميكانيكال، وطبعا الملف صغير فكنا شغالين مع بعض في بالورك سيت، حاطين كل واحد شغله على الورك سيت، وكل واحد يعني كانت تجربه جميله جدا واستفدنا منها كتير جدا. فما حدش يقول ايه، لا ده انا عايز فندق مثلا 20 دور، فندق 100 دور، لا، هي ابدأ بداية معقولة، بس المهم تعمل شغل مظبوط وما تكروتش اي حاجة. كان في واحد بيقول لي اسوأ حاجة في البيم الموضوع الكروتة، ان انا ما بعرفش كروت، ان لازم الحاجة تطلع مظبوطة. قلت له ما انت بتكروت، بس اللي بيشتغل في السايد بيدعي عليك بيلاقي المشاكل بتظهر له، فلما تعمل الشغل مظبوط في الديزاين ده هيسهل كتير قوي، في الشوب دروينج هيشغل هيسهل كتير قوي، في الاسبلت ببدأ اشوف المشاكل وببدأ ادور على الحلول ليها. ممكن حاجة معينة اضطر ان انا اوجد لها حلول مش مباشرة، بس المهم ان في حل موجود لقيناه واشتغلنا عليه. والريفت بيشتغل في الشوب دروينج، ممكن في بعض الحاجات ليها حاجة متخصصة، مثلا تسليح حديد. تسليح حديد ينفع يتعمل في الريفت؟ ينفع يتعمل في الريفت، بس بيتقل الموديل وبيعمل مشاكل وبتاع، فليها قصص طويلة كده، بناخدها مثلا على برنامج من برامج تفريد الحديد وكده ونعملها، وتطلع لوح كاد وتضاف للوحة اللي بتصدرها من الريفت. او ممكن اعمل تسليح ببعض الادنس موجوده، مثلا الربط بين العمود مع الفلور مع الارضيه وهكذا. المهم ان احنا نبدا نطبق. تقريبا دلوقتي كل الرسائل الماجستير والدكتوراه اللي شفتها في الفتره الاخيره كلها داخل فيها البيم، يعني هو مثلا الحرارة بيشوف موضوع البيم، المواد مثلا نشوف المادة دي ولا دي، نعمل مقارنة بالمواد خلال البيم بدل ما بتتكلف كتير. خلينا نقدر نقول إن أول مشروع اتعمل بيم في التاريخ كان الأهرامات، إن بدل ما مشروع قومي وحيوي ويعمله ويبوظ وكده، لأ، كان بيقولك أنا هعمل، ما كانش بقى في كمبيوتر، كان بيعمل هو هرم صغير، لو رحت جنب الأهرامات هتلاقي فيه أهرامات صغيرة، بيعملوا تجارب ويبدأوا يشوفوا ايه المشاكل اللي ممكن تحصل، وده طبعا كان بيكلف كتير جدا. دلوقتي بقى على الكمبيوتر، يعني اتكلفت ايه؟ ما كلفتش حاجة، هي مجرد بس ايه المرتبات بتاعت الموظفين، واحنا مرتباتنا يعني بسيطة، مش هتكلف كتير يعني. فأصبح بدل ما تعمل موديل تبني مثلا، بدل ما تبني مثلا برج وبعد كده يقع لأن أنت ما عملتش حسابك في حاجة، لأ، بتعمل الحاجة دي على الكمبيوتر. يعني كان في برج العرب اللي هو في الإمارات، شفت له فيديو كده على ناشونال أبو ظبي، كان بيتكلم إزاي اتعمل. فعشان يتأكد إن المبنى ده مش هيقع بعد ما يتبني، لأن هو المية جامدة وممكن تكسر الإزاز، يعني ممكن وأنت قاعد كده في الصالة تيجي مية جامدة تروح مكسرة الإزاز، فبدأ يعمل تانل معين بشكل معين ويحط فيه نموذج معين. الحاجات دي كلفت مثلا في حدود $1,000,000، $1,000,000 بس عشان يعمل موديل حقيقي ويبدأ يشوف المية هتكسر ولا لا، ويبدأ كسرت في أول مرة، فبدأ يحط مثلا صخور تكسر المية اللي جاية، يبدأ يعمل حاجات كتيرة. دلوقتي أصبحت الحاجات دي تقدر تعملها على الكمبيوتر بسهولة، فأصبح التكلفة والوقت وإن أنت تجرب كذا مرة أسهل بكتير. وفي حاجة جميلة جدا، إن برامج البيم والاستدامة أصبح في تكامل بينها، يعني إيه؟ اصبح في لغه مشتركه. كان الاول ده بيدي بيسيف على سوفت وير، وده بيسيف او بيسيف امتداد، وده بيسيف امتداد تاني، يعني ده ريفت مثلا بيسيف ار في تي، والتاني بيسيف اي سي او مثلا او اي امتداد. دلوقتي بقى في حاجات مشتركه، ان انا اخلص شغل على البيم اقدر اصدره لبرامج الاستدامه، سواء بقى بتسيفه اي اف سي وده الاشهر، وده بيبقى عباره عن حاجه 3 دي،
او جي بي اكس ميل، بتبقى معلومات زي ملف الاتش تي ام ال كده، بتبقى معلومات تقدر تبص عليها تقدر تقراها. لو انت متعود على الشفرات دي، لو مش بتاعت الشفرات هو البرنامج فاهمها، تقدر تدخله بقى على برنامج من اي برنامج، الهاب مثلا لو بتاع تحليل الحراره مثلا، تقدر تدخله على ديزاين بيلدر، تقدر تدخله على برامج مختلفه جدا وتبقى قويه ان شاء الله. فحاليا اصبح كل ال يعني حتى الاوجمانتد رياليتي والفيرتشوال رياليتي من غير البيم ملوش علاقه بقطاع البناء، انما لما حطينا البيم بدا الموضوع يبقى مرتبط بيه. كنا شغالين في مشروع كبير بدون ذكر اسامي مول قطر، وكان معانا واحد يعني مش رسام، يعني حاجه لسه ما وصلش لمرحله الرسام، وجاب الدرون ديت وبدا يعملها انها تلف حوالين المبنى وتاخد معلومات وتاخد صور. فبقى متخصص هو في الموضوع دوت، عجب صاحب الشركه وعينه في الموضوع ده، ان هو كل اسبوع مثلا يطلع كرون درون وتصور المبنى دوت وتصور الطورات. التصوير دوت ممكن يفيدنا في البيم، ان انا اربطه تلقائي ان هو ياخد النقط دي ويبدا يعمل لها ابديتد في الاكشوال اللي موجود في الجدول الزمني. فالجدول الزمني بقى عارفين اخر حاجه اتصبت ايه يوم بيوم، اول ما تتطور من غير ما نكتب هو اوتوماتيك بيلقط اللي بياخده الدرون ويطور فيه الموديل. دي من الحاجات الحديثه يعني في الشغل، قدرنا نربط المسح بتاع المكان والجي اي اس والدرون بالبيم، فاصبح فيه معلومات محدثه تلقائي، مش لسه هدخلها مانوال او نسيت انا ادخلها او كده، لا هي اوتوماتيك بقت تدخل. في اي حد عنده اي اسئله؟ فانت حاول قدر الامكان ان انت تزود الخبره بتاعتك، ان انت تزود المعلومات بتاعتك، ان انت تحتك بسوق العمل اكتر، تنزل تدريب، تنزل موقع. يعني حتى وانا كنت شغال في الاستشاري كنت بحاول انزل موقع كده مع حد من صحابي، ابدا ابص لحد ما نزلت موقع واحتكيت وبدات اشوف الحاجه بنفسي، فرق كتير جدا يعني زياره المواقع تبقى حاجه كويسه جدا. الموضوع دلوقتي محتاج جديه شويه في الموضوع، بحيث ان احنا يبقى امكانيات المهندس تنافس الغرب وتبقى احسن منها، ونعمل شغل كويس جدا ونتبادل المعلومات ان شاء الله ونتعلم من بعض. وانا كنت سعيد بالوجود معاكم وجزاكم الله كل خير، واسف لو كنت طولت عليكم، ولو في اي حد عنده سؤال يبعته لنا وان شاء الله نحاول نعمل فيديو واثنين وثلاثة نجاوب بيه على الاسئله باذن الله. وجزاكم الله كل خير، وشكرا للاستوديو 34.